أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. درسي أنا ما أنت وشوك باللابن هيا آية التضباط يا سورة غافر كميدة وحونا كشاف سيني هيا داتك ونواناك سني حق أيقو أي ديان حق الرعصان مؤمنين تأه سيدا حال كودوي هاي سيدا إلهي ملائكتي سأيقو غفران بالبيسو يا داتك حنحونا حق كسو هرجولة مالين تقيامة حال كودو سيدا وحان هايو salaam waxaan la soo sheegay kuwa muxuu ahaa in ay jiraan xaq had iyo jeer kuwa ka soo horjooda rasuulka Ilaahay oo soo diray ku dadaalaya xaq ay la yimaadaan siday ku burin lahaayeen oo sida kula doodahay Ilaahay wuxuuna soo yiri wajadalu bil baatil li yudhilu bihi al haqq. Marka sidaas ayaan la soo sheegay. Marka halkan waxaan lagu tusaaleynayaa haday kuwa xaq ay ka hor yimaadeen ay garan waayeen ay ku doodahayaan siday xaq ay ku hor istaagi lahaayeen oo ku burburin lahaayeen وحالة تصالين هي قوة كسر بدن إلهي مخلوقات كيسا كميدة ملائك كيسا إني حقا قرب تاغينيين إني أيديان إني أبر يهيان إلهي ساسا نلوشيغاي الذين كوي يحملون حمباريان العرش عرشيغ حمباريان يومن حوله عرشيغ هريريه سكوة هاري ملائك تا يسبحون ويتصبح صنهيان بحمد ربهم ربقو لحمد كيسا حال كل هنهين ويؤمنون وين رمين هيان به بالله إله برمين هيان إله حليه سبحانه وتعالى كو عرشه حنبارسا ملائكة إلهيه كوان إله والنورش غير آخر إن أيهين سديد إن أيهين ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه أي إله نير سبحانه وتعالى وحا عرشه ربك حنبار هي مالين تقيامته سديد با حمبار هي سديد صفه آدين أما سديد ملك با آدين كوا هاتن حمبار سنة الذين يحملون العرش مفسرين توحي أبرين سديد بأيغا إن أيهين مركا كوا أيغا هي عرش حمبار سن إيو كوا هريره جيسا لبن نوع أو ملائك تكمير إله شيري كوا أو أه ملائك تكوا غشرف بدن كوا منوها ملائك تا حقا ملح نماذا إي حقا مقربين تأهو عرش كوا حمبارسان إي عرش هريريه ساكوا أهي سفن هلكا كوا سلاسة أو إلهي أغو دوا شبدا وي تصبيح سن هيان أيغا أو ربي قوت كليهان إلهي بي وحان أها بانين ودن كهو فهيان إلهي بي مهدين هيان وينا رميسينهين وإلهي بي رميسينهين ويستغفرون وحين الدنب داف أوي الدين هيان للذين كوي آمنوا رميين كوا مؤمنين تا أي إلهي دنبداف أغوي الدين هيان محي ليهن مركز كل كي كوا عيقا دنبداف أغوي الدين هيان واتن دعادو دا أو إلهي أبري هيان تدك مؤمنين تا إنو دنبدافو ربنا يا ربنا ربك يو وسعت واد واسع هاتي كل شيء شيكست واد واسع هاتي رحمة حق الرحمة واد واسع هاتي وعلما حق علمك واد واسع هاتي فاغفر داف للذين كوي أداف طابو طابت كينين واتبعوا راعين سبيلك جدك راعين وقهم كإلالي عذاب الجحيم الجحيم هذا عذاب تيذانا كإلالي مركز كل كأي
kuwa muuminiinta ah ilaahay uga dambidhaaf weydiin hayaan waxyaalkay oran hayaan kan weeyaan waxay oran hayaan rabbiyow adigu waad waasaxaatay sayf kasta waad waasaxaatay xagga raxmadda waad u waasaxaatay oo raxmadaadu wax kasta way u waasaxaatay xagga ogaalkana waad u waasaxaatay oo wax kasta waad ogtaho waa la socotaa marka waxa weeyaan daa'iman qofka kolku ilaahay baryahayo adabta ugu wanaagsan waxa weeyaan ilaahay inuu ammaano fadliga ilaahay uu leeyahay iyo ammaantiisa inuu ku sheego markaas dabadeed xaajadiisa uu sheegto ilaahay u baryo malaa'igta fiiri kolka ay rabaan ilaahay inay u baryaan dadka mu'miniinta inuu u dambi dhaafo ilaahay iyo ammaantiisa kolka hor hormarin hayaan kaasay leeyihiin rabbiyow shay kasta raxmadaadu way u waasaxaatay oo raxmadaadu way ballaaran tahoo wax ayna gaaraynin ma uu jirto cilmigaaguna sidaasoo kaleeto weeyo waxaadan ogeyn ma uu jiro ee dhaaf kuwa toobad keeneen u dhaaf kuwa toobad keeneen kufrinimada ka toobad keeneen kuwaas ilaahay u dhaaf oo raaceen markaa jidkaaga raaceen dariiqa xaqa a raaceen rasuulka dariiq aada la soo dirtay raaceen kuwaas ilaahay u dhaaf kana nabadgeliyo ka kori jaxiimada cadaabka deeda rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga yow wa adkhilhum geli jannaati cadnin nagaadiga jannadiisa geli allatii jannadaasoo wacadtahum aad yaboohday ilaahu geli bay leeyihiin rabbiga yow geli jannaati cadni geli nagaadiga jannadiisa geli taa ood u yaboohday wamanna geli geli jannadaas salaxa wanaagsanaaday oo min aabaa'ihim aabbayaalkoodii ah wa aswaajihim haweenkoodii ah wa duriyatihim caruurtoodii ah kuwaasna jannada la geli oo qofku kolkuu jannada galo waxaa farax dheeraad u sii ah qoyskiisii markay meeshaas jannada isugu wada tagaana iyaguna jannada ay la galaan waa bishaari iyo farax dheeraada markaasay leeyihiin ilaahayow kuwa toobad keeneen ee dariiqaaga raaceen ilaahayow kuwa u dembi dhaafoo jaxiimada cadaabkeeda ka nabadgeli rabbiyow jannaatu cadnina geli nagaadiga jannadiisa taa oo aada horey u yaboohday adduunyada kulkii joogeen camal wanaagsan qofkii la yimaada aada u yaboohday jannada inaad gelinayso kii wanaagsanaadee aabbayaalkoodii ah haweenkoodii ah caruurtoodii ah kuwaasna jannada geli haddaba fiiri ducada mid walba waxaa hordhig u ah rabbanaa rabbanaaba hordhig u ah waxaa sidaas waxaa weeyaan sida aada ugu wanaagsan ee rabbi baryadda ugu wanaagsan in oo lafdiga ama hadalka asaga ilaahay lagu rabbi baryo rabbanaa ilaahu saaisii rabbiyow saaisii rabbiyow saaisii sidaas ayaa ugu wanaagsan oo lafdigaas ama hadalka rabbanaada ah aada buu xagga ducada yaa loogu ammaanaa innaka adigu rabbiyow anta adigu alcasiizu baatay allihii casiis ee reeye ee qudradiisu ay soconayso ee wax lamida ayna jirin alxakiimu xakiimna ahoo wax walba xikmad ku maamulahayo shay walba sidii ku haboon oo u maamulahaya waqihim rabbiyow ilaali assayi'aati xumiyaalkana ka ilaaliyo xumiyaalka ka ilaali haddaba waqihim assayi'aatidan ma aha tii horoo lasoo celcelinhayo awalbaa waxay soo sheegeen ilaahayow ka kori cadaabal jaxiimi ka kori jannaatu cadni geli marka waxaa weeyaan waqihim assayi'aatida laba macnayaa ku jira aakhara markaa la joogo cadaabka xumiyaalkiisa ka ilaali guud ahaanba kan jaxiime iyo ku kale intaba oo markaa waxaa soo gelahaya mowqifkii qiyaamada markii la taagnaa xisaabta iyo waxyaalka maalintaa dhacahaya intaan jannadii naarta loo kala qaybin cadaabyo iyo shidooyin waqtigaa jira ilaah kuwaana ka ilaali way soo gelaysaa ama waxaa weeyaan waqihim assayi'aati xumiyaalka ka ilaali adduunyada hadeer intay joogaan xumiyaalka kufurnimada ugu weyn tahay ee cadaabka u horseedahaya ilaah kuwaana ka ilaali waman taqi sayi'aati xumiyaalka kii aad ka ilaalisid yowma idin maalintaa faqad raxintow waad u naxariisatay markaa yowma idintaa labadii macno oo midood baad u celinaysaa haddii xagga aakharo iyo mowqifka qiyaamada ay tahay maalintaa mowqifka qiyaamada qofkaad xumiyaalka ka ilaaliso waad u naxariisatay ama maalinta adduunyada qofkaad xumiyaalka ka ilaaliso kufrinimada iyo macaasida cadaabka u jiiraya aad ka ilaaliso faqad raxintow waad u naxariisatay oo qofkaa waa qofka naxariistaada helaya wadaalika kaasuna huwa asagu alfawju liibaan weeye alcadiim oo weyn sidaasay malaa'igta wanwanaagsan ee carshiga xambaarsan iyo carshiga hareerihiisa ah iyo ilaahay ugu baryahayaan dadka mu'miniinta ah markaa haddii dadkii mu'miniinta ay kasoo horjeedaan kuwaan xaqa baadilka ku doodahaya xaqii si ay ugu burburiyaan waxaa la tusaaleynhayaa in ay jiraan khalaa'iqda kuwii ugu sharaf badnaa inay la jiraan ee raalli ay ka yihiin oo ilaahay ay u baryahayaan in ilaahay xumidoo dhan ka ilaaliyo kuwii kaafiriinta marka xaalkooda siduu ahaanaya nala sheegaya maalinta qiyaamada
إن الذين وحي كفروا كفريا ينادون ولو دواقة معنى قيامة حال أرانيا لمقت الله إلهي عرديس يا أكبر وين من مقتكم عردينا أنفسكم نفتينا دو عريس أو عرونيسان إذ وقت أذين عروري تدعون الإذين يرهي إلى الإيمان إيمانك الإذين كي يرهي أو فتكفرونات كفريسين معنى قيامة مركي لجوغو تدك كافرين تاه شنو دي أي إنده هذا كو أركان وحي إنكره ينوردن أي حقيقة دي أركان نارتي إنه مهلوه بقامنه أركان مركاسي عرون هيان محين وعرون هيان نفسد دوري وعرون هيان نفتي سوى بعدي سيه الشيطان كصور رعي سيه حميدا يكف نمداس يوحاس لو أقاب هيودان وغو السبب هي أي وعرون هيان مركا أيغو سيدا سحال كودي هي أو نفسد دوري وعريسن أي مركا سيدا اللوغو دواقه وحليه عرضا مانت أد عري سنتين النفس الدين أد عري سنتين وحكوين عربي إله وإذين عراضي مركي الدنيا دا أجوكتين أولي إذن كوية رهي إيمانك مركاس إيمانك أديري سين أد كفردان إيمانك عربي إله وإذين عراضي تاسا كوين بالليه عربي نمانت أد نفس الدين وعراني سان مركاس الليه إن الذين كفروا ينادون والوضع واقع محال ليه لمقت الله إله عروشدي سي أكبر أيدا وين من مقتكم عروشدين أنفسكم نفتين أدو عريشدين قرمان إلهي دي عراري إذ وقت تدعون لإذن كي يرهي إلى الإيمان إيمان تحجيس لإذن كي يرهي أو فتكفرون أتكفر نيسين قالوا مركاسي وحي أران هيان ربنا يا ربنا ربك يو أمتنا وأدن الدشي إثنتين لبا تلدود بأدن الدشي وحييتنا وادنا نصان وليسي إثنتين لبا جير وادنا نصان وليسي فاعترفنا وانقرني بذنوبنا ذنوب تيدي وانقرني فهل إلى خروج نقلحت من سبيل جد مؤيهك يحب أو ما أنت شددا يعقاب كان كبحنه أو مركا الدنيا أنه نفسي أن عمل وناكسا أصوى سمي سنه تاس ما أنت دريق مؤهلين أيقو شلايا هي قران هيانا سمان طوري وحي أران هيان ربي يو واد نديسي لابد لدود باد نديسي لابد جير باد نديسي هذا لابد عجير كوي ويان مدة هرا وحي ويان مركا إحايين أي عدم إحايين إبر باي إحايين أو أنبال أبوري وميت نمو ويان وح إبر أهو أنجرين ويان أما مني إيو حاسوك لإحايين أو طوب كي مسوها والد كوداي كجرين يدي كي ساي كامد إحايين قل كاس نلو لغم حسابة هايو ووحي ويان حالب لما شعو كليتا إلهي واسو نولي مركا ووحو أسو نولي إفكان الدنيا دو إلهي أسو صاري مركا هدنا والد دي لو إفكان الدنيا دا ميت نما لوعلي بابا نما لوعلي ويعروبين ويبابين taasna waa dilidi labaad nolosha labaadna waxa weeyaan aakhara marka loo soo bixinayo marka la soo nooleeyo khalaaqdii labada nolodood iyo labada dilidood oo meedima sida weeyaan ama waxa weeyaan labada meed waxa ku jira bay macna kale too ah mid hore hadii laga dhigo midaan hadda aan noolnahay ee ifkan aan ku noolnahay ee qofkan Ilaahay uu ahaysiiyay taas waxa weeyaan nolosha hore nolosha dambana waa mida aakhara weeyaan meednimadan middaan hadda noloshaan aan noolnahay markii aan ka tagno dhimanno waxa jirta qabri qofka kulkii la geeyay Ilaahay inuu soo nooleeyo markaas si loo su'aalo oo xumeeyay miyaalkiisa oo loo su'aalo markuu xumeeyalkiisa la su'aalo markaas qabriga lagu soo nooleeyo dabadeed in haddana ay dhimasho ay ku imaanayso marka labada dhimasho waxa weeyaan dhimashadan hadda noloshaan adduunyada aan noolnahay aan ka dhimanayno iyo qolka qabriga isku soo nooleeyo dhimashada ka dambeysa marka hadana qabrigii uu dhimasho ay ku imaanayso labadaas dhimasho weeyana waa lagu fasiraa marka ama dhimashada ka dhig midii nolosheena ka horeysay ee ahaa qofku waxaan la abuurin iyo midda nolosheena la xiriirtay aan wada arkayna ee ifka adduunyada uu ka tagayo ama waxaad ka dhigtaa midaan hadda aan arkayno ifkan looga tagayo iyo midda qabriga dhexdiisa labada macnaba waa lagu fasiraa laba dhimasho ayaad na dishay laba nololoodna waana noolaysay waan qirannay bay oran hayaan dunuubtanadii waan qirannay kufrinimadii iyo macaasiyadii iyo xaqdiidadiyadii waxaasoo dhan rabbiyow waan qirannay in ma jirtaa bixid dariiq u helna ma jirtaa dariiq ma helayna bixid u dariiq aho naartan intaan maanta ka baxno adduunyadii naloo celiyo oo markaas camal dambe aan soo samaysano haatan dariiqii xaqa aan soo raacno taa dariiq ma u helayna ذلكم كينا الأمر أمرك ذلكم كينا ويالي وحال كينا وصدعس إن الهات نصوح نار تاكو جرتان درغنا إذن هلينين كاويا أمرك حيالي بأنه بصاري أنه بأمرك ساك وهري إذا دعي الله إلهي هبيل لوعه وحده كليجيس كفرتم أتكسوا كفرين مكي إلهي وحيد لي إذا إذن يراهو
لا إله إلا الله مكي اللي يراهد إنا كوكو فيسين وإي يشرك دي لو شريه له بي بالله إله لو شريه لنا تؤمن إنا تنينيسين سدع سعرين تان ساقو دعدي فالحكم حكم كان لله إله بأسقنات العلي أسرية الكبير أوين حكم كان عصايت كلا وحلا وداك سنهي مجرو ساسا مكا جوابته دي حانيسا درسي نمات إنتا سوكو أبيهي والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. درسنا ما أنت وحوك باللابن هي آيات الطبن يصد هذه صورة غافر كمده وحنونا كل سنة هي آياتك إلهي قدردي سي عدمدي ستصين هي هو إلهي الذي يريكم إذن تصين هي آياته آياتك سيدن تصين هي إلهي وكان آياتك سيدن تصين هي آياتك هادين آياتك ليرهد آيات الكونية إكون كان كموقان هي سماواتك سي أرلديسة حدقه سا قرح ديسا ديخ سا بدي سيا برق سيا هو ديسا يا مخلوقات كارلادا كل حنول آيات كاسد عاسئه إلهي قدر ديسيا عدم ديسا خالق نمديسا يمت نمديسا تسينها يهاء هادين آيات كاليتي آيات التنزيلية اللي رهدئ كتبت إلهي وسود ديجي القرآن كانوا كميديهاي آيات كاها هادين انت وحويا إلهي كإذن تصنها يسياد قدر ديسي عدى مديسة مدن مديسة عدو قرطان وينزل إلهي وادجية لكم أذنك من السماء حق السمادة رزقا رزق لإذنك سودجية حق السمادة إلهي وحو إذنك سودجية رزق لإذنك سودجية رزق قاعد كنو شهين إبدن كنو اللهين حق السمادة إذنك سودجية حد با رزق waxaan arkaynaa inaanu ka qaadanayno arlada xagga xayawaanka ama xagga arlada waxaanu ka tabcanayno laakiin asbaabtii waxa weeyaan xagga samada weeyaan roobka weeyaan asbaabtii rizqiga xagga samada uu ilaahay ka keenay ilaahay waa kan idin dejiya xagga samada idinka dejiya rizqi idinka dejiya labada waxyaalood ayaadka ilaahay idin tusinhayo kutubta ilaahay qur'aanka oo ruuxa sifaynaya qofku ruuxdiisu ay ku noolaanayso rizqiga uu ah iyo rizqigan kaleete ee badanka rizqiga uu ah intaba waxaa weeyaan nicmooyin ilaahay idin ku nicmaynayo midnimadiisa iyo qudradiisa tusinaysa oo qofku ay ku haboon tahay inuu ku caqli qaato marka ilaahay ugu shukriyo wamaa yatadakkaru ma waansamo ilaa man mooye yuniib noqon hayo ilaahay u noqon haye aayaadkii sidaas bay ilaahay u tusaaleen hayaan laakiin yaa ku waana qaadan haya yaa ku caqli qaadan haya kan noqon haya oo xumidii kan noqon haya ilaahay xaggiisa u noqon haya macnaha waxaa weeyaan qofku markuu ku shaqloon yahay ilaahay qeyrkiisa caabudidiisa uu ku shaqloon yahay waxaa ilaahay qeyrkiisa uu u qubuucahay oo ku shaqloon yahay cibaadadiisa waxay ahaan hayaan waxyaalo ka mancin haya ilaahay adamadiisa iyo ilaahay aayaadkiisa cajaa'ibteeda inuu arkaa waxyaalo ka horjoogsanayo ka mancinhaya ayay ahaanaysaa marka ma caqli qaadan karayaka kan noqda oo waxaa ilaahay qeyrkiisa ka noqda oo ahaada mid xaq doonahaya kaasa aayaadka ku caqli qaato xaqiiqadooda garta fadcullaaha alla caabuda mukhlisiina xaal aada u saafiyeelaysaan
له أسجى الدين هجانسا كي الدين كأدسى في يلسان ولو كره الكافرون قالوا حبان عينه إله مركة وتوليه الله عابده أما بريا اسكمد ويان عبادة يا بريا دو اسكسي ويان بريا دو حاويا مقل عبادة عبادة ضلو حيد ويان الله عابده أدنكو أدسى في يلسان هي أسجى هجانسا كأدسى في يلسان هي كلج هجانسا هي حبن عينه كافرين توهجان سنك كلي وإلهي توهجان سمي سان قالدو حبن عينه إلهي أوهجان سمه وأسوهجان سنك أسافيلا رفيع الدرجات الدرجات كعليه قرية لويا ذو العرش عرش كعليه الصاحب أهويا وعرش كما ملو أبوري يلقي الروح روح عليه ردويا من أمري حال أمر كيسويه على ما يساوق دونك ردو من عبادها دو من كيسه لينذر إن يدوه يوم التلاقي إسلا قلن كمالكيس مركز الله عابد اللي دين ليه الصفات كيس واقوا صدح تلمامه دواوين بعمرك إلهي سكت تلمامه رفيع الدرجات ويا درجات كيسو كي كريهين أما الدرجات ككريالة رفيع ده بمعنى رافع إن لغلق بي يا بمعنى المرتفع إن لغلق بي يلا بده ويا رفيع الدرجات بمعنى رافع عن كلق بينه وحويان درجات كالله كريلا ويان مخلوقات كدرجات كالله أكريلا ويان مدول بدرجات معين وهو أقار إله أسيه سيدا ملائكته إله درجات أسيه وما منا إلا له مقام معلوم إله سيدا وحي كايوري أحد أنك أنك مدى موجره إلا وحوليه مقام ومعلومة سيدا إله أنبياء درجات أكريلا سيدا دسك قارك والقارك كلا حتى عقلك إيا حق أود إيا حق مسنوها الجاهي وحوال بأوكري أوكلا كريالو إلهي واكن سيدا سميو أسبابها يوحيالك صدن إلهي كان سميو ويا حق آخره كأكن إلهي درجاتك أكريالو ويا قفل بعمل كيسي صالحا يدعى المديسي إيا إخلاسي كي سرغها إلهي كي أكريالو ويا ومكع درجاتك إيكلا دوين آخران أو إيكلا كريهين رفيع الدرجات الدرجات كالله قريه الوين مركع رفيع دي بمعنى رافع دون كل قيم بمعنى مرتفعنا واللغو اللقب إياه مركع وحين غني صح رفيع الدرجات مرتفع الدرجات الدرجات كي سؤال الله سرفيان ويانو قدر دي حق قدر دي كل كليب حق علمي دي سمك الليب حق صفات دي سمك الليب وحلمت أح ومحوها حق ذات دي سو كل وداك سن هي مجرو وحصفات كي سلو وداك سن هي مجرو وح قدرتي سي علمي سو دوان هيا مجرا وح والبا اسغا يا لا سريه ويا رفيع الدرجات مرتفع الدرجات درجات في سوق سريان ويا اله ذو العرش عرش كو صاحب ويا انا خالق العرش عرش قال لي ابو ري ويا ومركا مامله هيو كو تصرفاي مركا عرشي با لا عبري وحنا لو جيدا كون كودن مركا وحا ويان مخلوقات كا كي اوو وينا ويا كي اوو سرف بدنا ويان عرشي marka hadii arshiga uu leeyahay mulkigiisa uu yahay ku tafarufaayo asagoo maamulaayo makhluuqaadkiina marka waxa weeyaan asaga mulkigiisa weeyay asaa ku tafarufaayo asaga maamulaayo taasuna waa tilmaan labaad tilmaan saddexaad ilaahay isku tilmaamahay yulqi ilaahay wuu ridaa arruuha ruuhu ridaa ruuha waxaan ku laqbaynaynaa quraanka iyo waxyiga weeyaan risaalada weeyaan waxyiga ilaahay u soo dejinayo ruuh waa lagu magacaabaa waxa ruuh lagu magacaabaya waxa ku noolaata arwaaxda ku noolaata أرواح ده يكون نولاته سيدا روح بالجسد كأغو نولاته مكا روح الأرواح ويان أرواح ده يعقل إيمانك يوحى صلمبا ويحي وحي غاسو روح ويحي مكا إلهي روحا كنسو في دويان وسو دجي روحا من أمر يحال أمر كيس ويحي أمر كيس اللي وسو دجينه على ما يساوق دونه كسو دجي من عبادة أدومن كيسة كي أدومه وأدومن كيسو كسو دجي هذا الكلمة لا يخطأ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده رسالة أركان تيري ولم باكو قوان رسالة أركان تيري أي كوريسة رسالة أركان تيري وحوية ركن وقوه هرية مرسل مدوح صادرة يلقي إلهي كان ردويا ومركع طمير كاس مرسل كي صادرة أيا كم موقنا يو إلهي وكان صادر جنه الروح مركع وحوية وحي ديويا إلى رسالة دي نصف ديويا مركع وارغن اللبعض أينا من أمري أمر كيس حالوية وحويا أمر كيس اللي وصل دجينا يا القاسم حويا واصل كيس وقارسين هي واصل وضعها إملاقي إله وصل دي رهي كاويا على من يشاء وقوتون كسو دجية ومن عدادة دومن كيس الرسول كي اللي وصل دجين هي وحي قاويا من ينزير إني الدقو يوم التلاقي وقدقو
kuwaasna waxaa weeyaan kuwii loo soo diray oo risaalada loo soo dejiyey markaa shan arkaan ayaa halkan risaaladii ayaa kaaga muuqanaysa marsalkii wax soo diray risaalada uu soo diray kuwa la soo diray kuwa ku soo dejiyey kuwa ula soo diray shanta arkaanta ah ayaa hadalkaaya koobaya liyunzira in uu digo rasuulkaas ama waxyigaasi ugu digo yowma talaaqi isla kulanka maalintiisa maalintaa lagu magacaabahayo isla kulanka waa maalinta qiyaamada weeyaan waxaa kulmahaya qofkii oo badankiisii iyo ruuxiisii baa kulmahaya ee kala maqnaayeen qabrigii markuu muxuu ahaa uu meyd isagoo ayaali ruuxdii ka maqnayd baa loo soo celinhaya badankii iyo ruuxii baa kulmahaya waxaa kulmahaya khalaaiqdii oo dhan baa kulmaysa intii hore nebi aadam laga soo bilaabay ilaa faraciisa wuxuu u dambeeyey intaas aa maalintaa kulmahaya ehlo samihii iyo ehlo arligii baa kulmahaya samada ehelkeedii iyo arlada ehelkeedii baa kulmahaya waxaa kulmahaya daalimkii iyo kii uu dulmiyey baa kulmahaya adduunyada waxaa suurooday inuu muxuu ah kii daalimka ee wax dulmiyey iska fakado iyadoon laga abaalmarin oo markaas ama ruuxii uu dulmiyey uu ka dhuuntoos markaa la kulmi waayo ama dulmigiisii xuquuqdiisi uu ka qaadan kari waayo laakiin maalintaa qiyaamada way kulmahayaan oo markaas kii daalimkaahaa ka dhuuman kari mahayo kii uu dulmiyey una diidi kari mahayo xaqiisiiyo uu xaqii uu ka qaadanhaya ilaah caadil ah ayaa maalintaa u kala garsoorahaya markaas waxaa kaleeto kulmahaya qofkii iyo camalkiisa abaalmarintiisii ayaa kulmahaya wuxuu soo sameeyey adduunyada ee camal ahaa abaalmarintoodii laga abaalmarin lahaa iyo qofkiibaa kulmahaya marka sidaas isla kulanka maalintaa badan waxaa lagu magacaabaa maalintaas yowma talaaqi yowma hum baarizuuna marka yoonkaas tilmaamo badan baa loo sheegay dhowr tilmaamood oo lix gaarhaya ayaa aayadahan yararka u sheegaya tan u horeysa yowma talaaqi weeyaan waa maalin la isla kulmo tan labaad yowma yoon uu uga digo hum ayaguba baarizuuna ay soo isbaxahayaan soo banaan baxayaan oo ay bandhigan yihiin waa baariziin baa leeyay way soo baarizahayaan way soo daahirahayaan khalaaiqdii qubuurtii bay kasoo daahirahayaan oo halkaa banaanka ayaa lagu soo bandhigahaya baariziin weeye wax jaab iyo meelo buurbuura iyo meelo god ahoo muxuu kala qarinaysa malaho nafsadoodaba way bandhigan yihiin dhul banaan oo sidaasoo kaleetaha lagu soo bandhigahayaayo qof meel ku qarsoon uusan jirin ayaga acmaashoodii iyo waxay samaynhayeen oo dhan baa kashifan oo wax asturan iyo wax sir a ma ay jiraan marka waxaa weeyaan maalin khalaaiqdii ay soo baarisayso oo lasoo bandhigahayo weeyaan taasuna waa tilmaan labaad oo maalintaas muxuu ahaa lagu tilmaamayo yoonkaasoo laa yaksaa ayna qarsoonaanaynin cala allaahi ilaahay xaggiisa ilaahay korkiisa minhum xaggooda shayun shayn uusan ka qarsoonaanaynin markaas maalintaas wax qarsoonaanhayo xaggoodii ah ilaahay ka qarsoonaanhayo ma uu jiro way u kashifan yihiin haddaba maalin walba ilaa iyo waqti kasta adduun iyo aakharaba ilaahay wax ka qarsoon ma jiro laakiin maalintaa waxaa loogu sii gaaryeelahayaa xagga adduunyada markay joogeen way isqarqarin jireen oo waxaad moodaa sida ayagoo ilaahay ka qarsoonaanhaya ayay xumaanyaalka qarsan jireen oo mugdiga isku qarin jireen oo waxyaalkii xijaabkii afturyaalka isku qarin jireen oo xumaanyaalkii la dhuumin jireen adduunyada laakiin maalintaas nafsadoodu way ogyihiin inayna kashifan yihiin oo wax u qarsoon iyo wax ilaahay ka qarsoon inayna jirin qof walba maalintaa waa qaranhaya marka sidaasaa loo leeyahay waa maalin ilaahay wax ka qarsoon inay jirin xaggooda ka qarsoonaanhayo laa yaksaa kama qarsoona cala allaahi ilaahay xaggiisa shay-un shay kama qarsoono minhum ayaga xaggooda ahaaday waa tilmaanta saddexaad oo maalintaa lagu tilmaamay liman ilmulku mulku iyuu usugnaaday alyowma maanta lilaahi ilaahay buu usugnaaday alwaaxidi keliya alqahaari ee qahaar ah markaas waa maalin lagu naadinhayo yowmu tanaadi weeyaan oo lagu dhawaaqayo loo leeyahay liman ilmulku mulku iyuu usugnaaday alyowma maanta haddaba su-aasha ayaa su-aalahay waqtiga la su-aalahayase waa goorma haddaba mufasiriintu halkaa khilaafaad baa ku jira waxaa weeyaan qaar waxay leeyihin waxaa weeyaan maalinta hadalkaas uu la dhacahayo sidaas laisu su-aalahay ilaahay baa sidaas su-aalahay asagaana ka jawaabahay waxaana weeye waqtiga uu su-aalahayo waqtigii qiyaamada nafqada hore ay dhacdo oo khalaaiqda ay wada dhimato oo markaa wax arlada ku nool ayna jirin wax dhaqdhaqaaqahayo ayna jirin ayuu oranhaya yaa mulki maanta leh yaa mulki maanta leh wax ajiibahayo iyo wax muxuu ahaa kolkaas dhaqdhaqaaqayo taasasuu ka muuqanay midna malaha markaas ilaahay leeyahay lillaahi waaxid alqahaar macno kaa weeyaan macnaha waxaa kasii wanaagsan macnaha kale oo soo socda waxa weeyaan maalinta qiyaamada nafsadeeda khalaaiqdii halkaa ay joogaan ay bandhigan yihiin wax muxuu ahaa ayay muxuu ahaa tasaruf iyo jeex iyo waxba toona ka muuqanhayo ayna jirin oo halkaa ilaahay u wada khaashicsan yihiin
markaasaa waxaa la oran haya mulkiya iskale mulkiya maanta iskale ayaa la oran haya waa maalintii qiyaamada oo khalaaiqdii ay bandhigan yihiin markaas waxaad sidaa oran haya waa ilaahay subxaanahu watacaala ama waa malaa'igtiisa markaasaa malaa'igtuna ilaahaybaa ama su-aalahayo malaa'igtiibaa ka jawaabaysa ama ilaahaybaa su-aalahayo haddana ka jawaabay ama malaa'igta dhexeedaabaysa su-aalaysa intaba waa muxtamilo waa lagu fasiraa yaa mulki iskale maanta lillaahi allah iskale alla usugnaaday mulkigu alwaaxidi keligiisa alqahaari ee qahaar waa maalin sidaa lagu dhawaaqo oo waa tilmaan afraad weeyaan alyowma maanta tujzaa waa la abaalmarin kullu nafsin naf kulligeed bimaa kasabad waxay kasbatay ayaa lagu abaalmarinhayaa waa maalin naf kasta waxay kasbatay lagu abaalmarinhaya waa tilmaan sanaad laa dulma alyowma maanta dulmi ma jiro ina allaha ilaahay sariicu lxisaab xisaabkiisa kuu degdega weeyaan taasuna tilmaantii lixaad weeyaan darsigana maanta intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يضاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ترسيقنا ما انتحوك باللابن هيا آيات الطبن يسديداد سورة غافر كمده wuxuuna ku saabsan yahay maalinta qiyaamada axwaalkeeda iyada oo waxyaalo badan ee baraarujinaya dadka cabsi gelinhayo xaalka khatarnimadiisa ku tus ee tusaaleynhaya uu ku saabsan yahay. Wa andirhum udig yowma alaazifati dhaweyda maalinteedii uga dig oo ku cabsi dhaweyda maalinteedii aazifa min azifa alamru ayaa laga qaatay amarkii waa dhowaaday ida haddana haddii uu dhowaado marka maalintaas dhaweyda la yiraahdo waxaa loo wadaa maalinta qiyaamada dhawey baa lagu magacaabayaa tii dhaweyd weeyaan maxaa yeelay way dhowdahay saacadda qiyaamadu macnaha way dhowdahayda looma wado saacadda iyo waqtigaa ayay imaanaysaa waa wax imaanhaya weeyaan wixii imaanhayo dhanna way dhow yihiin maxaa yeelay shalaydii ku dhaaftay iyo kun sano gadaashooda waxaa dhow kun sano gadaashooda dhow ayay shalay way ku dhaaftay kuguna soo noqon mayso kun sano ama malyan sano wixii ka dambeeyasa waa wax soo socda wax dhow weeyaan marka sidaas ayaa loogu magacaabaa in ay dhowdahay saacaddu iqtarabat saacatu sida ilaahay uu yiri saacaddii way dhowaatay. Waxaa kaleetoo aazifada lagu magacaabaa maalinta oo muxuu ahaa dhimashada ah geerida nafsadeeda dhowey waa lagu magacaabaa oo dadka ugu dig baa leeyahay ku cabsii maalinta geerida ku cabsii maalintaas oo sifaatkan soo socda leh id waqti ku cabsii dadka alquluubu quluubtii ladal xanaajiri kalxamaha agtooday ahaanayso kaadimiina ayagoo ah kuwa la caburiyey oo hadal uusan ka soo baxaynin maalinta ayadaa ama maalinta qiyaamada dheh ama maalinta geerida dheh oo dhimashada midaa tiraahdaba labada waa lagu fasiraaye tilmaamo fara badan ee cabsiis keenhaya qofka baraarug u keenhaya ayaa lagu tilmaamaya. Tilmaanta u horeysa waxa weeyaan dhawaashada ay dhowdahay waa waqti ku soo socdo oo kusoo qaabilsan oo aada khatar u ah marka qofka caqliga leh waa inuu u baraarugsanaadaayo khatartaa wuxuu kaga nabadgelahayo uu ku dhaqaaqa taa mid weeyaan. Tan labaad quluubtu waxay imaanaysaa kalxamaha kalxamahay imaanaysaa macnaha cabsida qofka qabanaysa darteed waxaa laga dhigayaa qalbigii nafsadiisa inuu soo kacay oo meeshii uu qalbigu ku yaalay uu ka soo fuqay
oo marka uu soo gaaray dhunta kalxanaha waxa la yiraahdaa labada lafood oo dhunta meesha ku dhan labada dhinac ka kaasa kalxanaha la yiraahdaa marka halkaas yaa waxa laga dhigayaa cabsidii in inta qalbiga soo fujisay halka keentay marka qofku xaaladu kulkii sidaas oo kale ku tahay neefti qalbigu waa ka xiraya cabsidii marka neefti dib uma soo neefsan karo markaas ku cusoomisa kaadimina li ayagu cabburmay oo neefti markaas ayna ka soo baxaynin ama ay hoos u degaynin waqtigaas ku cabsi bay li xaalku sidaa noqonayo oo khalaaqtu cabsida ay soo ha waxay arkaysay sidaaydi iyo balaayooyinka meesha ka muuqanayay dambigoodii oo xayaalkii xumaanyaalka ay samayn jireen oo dhan hortooda uga muuqanayo abaalmarinteedii hortooda uga muuqanayso markaas cabsida sidaasaa keenaysa maali zaalimiina min xamiin maali zaalimiina kuwii zaalimiintaha ee dembiilayaasha ahaa min xamiinin wax aqriba uma sugnaanin wax aqrib ahoo aqrinimo wax ugu taraaya heli maayaan walaa shafiicin wax shafeecayana uma sugnaanin yudaacu walaa dhicoo shafeecada laga aqbalo tan labaad oo cabsida weyn keenaysa ee qofka caqliga le ku haboon haatan inuu baraarugsanaado oo khatartaa wuxuu kaga nabadgeli lahaa ku dhaqaaqo waxa weeyaan kuwii zaalimiinta ahaa ee dembiilayaasha ahaa horay dembiyaasha waaweyn usoo kasbadeena iyagoon ka toobad keenin ayaa arintii ku timid wax oo xamiima uma sugnaanin xamiimka waxaa loo wadaa wax aqrib ah oo u danqanhaya oo aqribnimo ugu danqanhaya may helayaan dadkii ugu dhowaa u danqan mahayo tiisi unba haysata asagaba taa mid weeyaan wax u shafeecahaya oo shafeecadooda laga aqbalhayana ma helayaan wala maa min xamiim maa lizaalimiina min xamiimin zaalimiintii wax xamiim ahoo aqrib ahoo u danqanhaya ma ay laha walaa shafiicin wax shafeec oo u shafeeca weydiinhayo yudaacu la adeeco oo shafaacadii laga ajiibahayo laga aqbalahayana ma ay laha taasuna waa mid saddexaad oo tilmaan saddexaad oo maalintu ay leedahay keenaysana cabsi qofka ku abuureysa si uu hadda u digtoonaado taa weeyaan yaclamu ilaahay waa ogyahay khaa'inata alcuyuni indhaha khiyaanadooda waa ogyahay wamaana waa ogyahay tuksi ay qarinaysa assuduuru laabyaalkii xabadyadu ay qarinhayaan ilaahay waa ogyahay tan kale afraad ee keenaysa digtoonida keenaysa qofka caqli leh inuu haddeer digtoonaado ku xambaaris waxa weeyaan maalintaa waxa arinta xugminhaya oo xaakimku waa alle weeyaan allana waa la socdaa arintiisa bal wax kale iska daayay waa ogyahay isha khiyaanadeeda qofka xumida uu sameeyaa labay u qaydsamaysaa xumi uu xubnihiisa ka sameeyo iyo xumi xagga qalbiga uu ku qarinhayo qalbiga iyo maskaxda uu ka fikirayo labadaasi xumidu u qaybsanta xumida qofku xubnihiisa uu ka sameeyo daahirka ah wax ugu qarsoodi badan isha daymadeeda ugu qarsoodi badan daymada uu isha wax ka dayo wax aan ku habooneyn inuu dayo oo sidaa ugu xado ilaahay waa ogyahay macnaha wax kastoo qofku xubnihiisa uu ka sameeyo xubnihiisan daahirka camalkan daahirka ah siday un uga qarsoonayn isha xadideeda waa ogyahay ilaahay subxaanahu watacaala yaclamu waa ogyahay khaa'inata alcayuni indhaha xadidooda waa ogyahay milicsi sidaas ay meel u milicsato oo waxaan ku haboonayn ay milicsatay ilaahay waa ogyahay wuxuu kaloo ogyahay wax laabuhu qarinhayaan oo qofku weli uusan xataa xubnaha ka camalfalin ee uu ku fikirayo uurka ku haysto kaana ilaahay waa ogyahay marka taana waxay keenaysaa digtooni si uu qofku arintaa khatarta uga digtoonaado allaha maalintaa xisaabahaya allaha maalintaa abaalmarinhaya waa allaha arintiisa saa ula socdo oo uu u kashifan yahay wax ka qarsoon aynay jirin wallaahu ilaahay yaqdii waa xugminayaa bilxaqi xaq buu xugminayaa tan kale shanaad ee digtoonida ku xambaaraysa qofka caqliga le waxay tahay allaha maalintaas wax xugminhaya ogaalkiisu sidaa u ballaaran yahay xaq buu xugminhaya haddii kii wax xugminhayay aad og tahay inuu la socdo wax alle waxaad samaysay asii aad malaynaysa inaad muxuu ahaa bal waxyaalo intaad ku samayso oo aad xaqii ka eeli karayso waxay ahaan lahayd dawbay ahaan lahayd laakiin ilaahay subxaanahu watacaala xaq buu xugminhaya ma aha adduunka sidiisa xaaladiisa oo kaleeto gaar kolka qaarkood ay suruudo kiiu xugminhaya xaqii in laga leexiyo qarsoodi uu ka qarsoonaadiyo ogaal la-aan ha looga leexiyo ama cabsiis la cabsiya ha looga leexiyo ama sidiisaba muxuu aha ku xaq xugminhayo xaqdoon abayu ahaan laakiin maalintaa kan wa xugminhaya alle weeyaan ogaalkiisu sidaa weeye uu waa ogyahay isha khiyaanadeed iyo uurka wuxuu ku jirayba waa ogyahay xaq buuna xugminaya wallaahu ilaahay yaqdii ku xugmiya wey bilxaqi xaq xugmiya
taas markaa waxay ku xambaareysaa qofka digtooni qofka dambiilaha ana waxay u keenaysaa cabsi weyn inuu cabsado oo markaasi uu hadda arintaa markii loo sii sheego ay u xambaarto inuu toobad keeno sumeydi ka noqda والذين كو يدعون يعابدهين من دونه إله سكريسة لا يقضون محق من هيان بشيء سينا محق من هيان لبقي النفط مدنا ملا وحي إله كصهري عابدهين كتير سنايين اسكن هيين اسكو هلين هيين أي لهايين إله أكتيسا نغش في عيسى إله إكدقان هيين وح الله وحي حق مني سمجر معناه وح الله وحي محوها طري سمجر لبقي النفط مدنا ملا taasuna waxa weeyaan wuxuu isku haleeyo qofkii markaa malaha wuxuu isku haleeyo malaha arintii ilaahay baa iska haysta hadda waa inuu muxuu ahaa ilaahay adeeca weeyaan intuu adduunyada joogan buu fursad haystaay taasna waxa weeyaan arin lixaad oo markaa cadaynaysa ama keenaysa qofku inuu baraarugsanaado hadda adduunyada intuu joogo inuu cabsado samidii intuu ka cabsado ka noqdo ka toobad keeno khatarta ka horeysa u baraarugsanaado ku dhaqaaqo siduu uga nabadgeli lahaa إن الله إلهي هو أصغه السميع عليه مقلهي البصير أركه إلهي سبحانه وتعالى ومقلهي وحل 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 مقلهي وحل وحل السمعي مقلهي وأنا أركهي وحل وحل السمعي وأركهي وأنا مقلهي مركة تاسونا وحاويا هذا الكهراء أي سيء كريسا إلهي علمي سيب الله أرنانتيس سيدو وحول بولوس عدوك وأركهي كوكاد وحكستو السمعين وحكستو شنقر أنا كي مقلهي ويا marka ilaahi subhanahu wa ta'ala ki asaga caabudaya waa arkahaya waa maqlahaya bariidiisa iyo cibaadadiisa iyo wuxuu ilaahi ku caabudahayo waa maqlahaya kan ilaahi qeyrkiisa caabudahayo waa arkahaya markuu ilaahi qeyrkiisa uu ku duucahayo caabudahayo waa arkahaya markuu ilaahi qeyrkiisa muxuu aha baryahayo oo sidaas muxuu aha asnaamta iyo waxaas u sujuudahayo waa arkahaya marka waxaa weeyaan xaalad khatara weeyaan xumidaada markaa samaynaysa oo dhan ilaahi waa ku arkahaya wuxuun oo dhan kolkaad ku hadlaysa ilaahay waa ku maqlahaya marka waxaa weeyaan qofka caqliga leh waa inuu muxuu ahaa uu ka xishoodaa arrintaas oo xumid oo dhan uu ka xishoodaa maxaa yeelay ilaahay baa arkayo dhaalacanay malaa'igtiisii baa la jirta wax walba ka qoraysa marka waa inuu digtoonaada marka intaasoo dhan markii lasoo sheegay tilmaamaha maalintaas iyo xawaalkiisa lagu soo tilmaamay haddana waxaana la malacsiinhayaa ummadihii hore xaalkooda siday ahaayeen si aan ugu cibro qaadano kuwii xaqa kasoo horjoodi jiray rususha ilaahay uu soo dira kuwii diidi jiray oo markaas kula doodi jiray baadhilka sida arrintooda ay ku dambeysay awalam yasiiruu mayay soconin fil arda arlaha dhexeeda mayay ku soconin oo markay ogaadaan xaqaaiqtay ogaadaan oo fayanduru ay fiiriyaan kayfa say kaana ahaatay caaqibatu aladiina kuwii curubtoodii say ahaatay kuwaasoo kaanuu ahaayeen min qablihim ayaga hortooda kaanuu waxay ahaayeen hum ayagu ashadda kuwa ka adeyg badan minhum xaggooda ka adeyg badan quwatan xagga xoogga uga adeyg badan wa aasaaran xagga muxuu camiriday fil ard larada la camirana uga adeyg badan fa akhadahum allahu ilaahay waa qabtay bidunuubihim dunuubtooda sababteeda buu qabtay wamaa kaana ma ahanin lahum ayaga min allahi ilaah xaggiisa min waaqin wax ka ilaaliyaan uma sugnaan mayay soconin baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala arlada miyay ku soconin mayayna baarin arlada mayayna ogaanin ummadihii ka horreyn jiriya dariiqadoodii siday ahaan jirtay kuwii arrada horey usii camiri jiro ka horreeyey xaalkooda miyay ogaanin oo haddii arrada baaraan ay ogaadaan arintaas ay eegaan bal ciribtooda sii ahaan jirtay kuwii ayaa ka horreeyey markaa xaqii baadilku way soo jiri jireen dad xaqa haystana wuu jiri jiray dad baadilka haystana wuu jiri jiray rasul ilaahay uu soo diro oo xaqa uu la soo dirayaa jiri jirtay nebiga ka horreysay oo fara badan kuwa xaqaa ka hor yimaado oo diidan oo rususha muxuu baadil kula doodana way jiri jireen kuwa ayagaa say ahaan jirtay cirintooda kaamiyeyna eegin markaas hadday sidaa eegaan waxay ogaan lahaayeen kuwa xaqa kasoo horjooda cirib xumadoodii bay ogaan lahaayeen kuwa xaqa ku taagan ee rususha dariiqeeda hayana cirib samidooda ayay ogaan lahaayeen kuwa ayaga ka horreeyey ee rususha kasoo horjoodi jiray waxay ahaayeen baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala kuwa ayaa ka adeeg badan xagga xoogga uga adeeg badan masalan qowm muxuu ahaa qowm huud ree caad ahaayeen qowm saalix muxuu ahaa ree samuud ahaayeen waxay ahaayeen sida muxuu ahaa taariikhdu ay qorayso ama siiradu ay caddaynayso ummado aada u awood badan bay ahaayeen xagga muxuu ahaa jirkooda kolka la eego iyo xagga muxuu ahaa arlada camirideeda markii la eego ummado aada u awood badan bay ahaayeen marka ilaahay wuxuu leeyahay waxay kuwa hore ahaayeen kuwa ka adeeg badan
حق حوقه وي كغ اديق بدنايين وديركوده حقيسه وي كا اود بدنايين حق ارلدا عمريديده يا كينتيدنا وي كغ اديق بدنايين او ارلدا عمريديده لوو عمرا دس بيره لغا فلا فلت ارلال فلو لعرقدي واثارا في الارض معنا ارلدا عرقدينتيدان وي اديق بدنايين حالكودو سداسوها marka kuwa xooggoodi iyo adeegoodi ay qabeen mar hadii xaqii diideen wax ma u taray fa akhadahumullahu ilay waqti ku xaalkood sida ah awoodoodu sida ku yahay arleeda sida u xamirayeen ilahi waqtay ciqaabkiisa buu ku qabto waa ciqaab muxuuna u ciqaabi bidunubihim sabab dunubihim dunubtoodi sababteeda ayaa ilahi u ciqaabi wama kana man ahanin markaas lahum ayaga من الله من عذاب الله وعقابه إله عقاب كيسي عذاب كيسي من واق وحك إلى علي أم أهان المركة وحدو أهل لي وعقاب كي مركو سودكي كهر استاغا أما كعلينا أما سغناني مركة حلقة وحي عديني سادتك إلهي كسو هرجودة حق كسو هرجودة رسوش الدريق للديدة أي إن أي هلس كسوغنه هيا للدريق كو كهري أي كوها لأكسمين أي هيان هلاقوا مركة كفر نمادو هلاقوا بكينيسة halaag lagu soo dadajiyo adduunka dhexdiisa ku dhaca ha ahaado halaag aakhara loogu digdhigo aakhara ku qarsada ha ahaade darsigana maanta intaas ku ogyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah subxaanaka allaahumma yaa caliimu yaa xakiimu callimnaa min cilmika wa acdinaa min xikmatika wa aatinaa min ladunka raxmata wahayi' lanaa min amrinaa rasada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب darsigana maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 22 ee suuratu ghafir kamida waxaana loo soo sheegay dadkii hore sidii xaalkoodu ahaan jiray ilaahay wuxuuna soo yiri subxaanahu wa tacaala mayayna arlada ku soconin oo ay fiiriyaan kuwii ka horreeyey ciribtooda siday ahaatay kuwaasoo ahaayeen kuwo ka awood badan arlada camirideeda uga badan ilaahay wuu qabtay dunubtoodii buu u qabtay wax ka ilaaliyana uma sugnaanin oo ilaahay ka ilaaliya ciqaabkiisa markaas wixii ummadaha hore ee ilaahay u halaagi jiray ciqaabku ku dhici jiray sababtii ciqaabku ugu dhacday ayaa naloo sheegaya dhalika kaasi ciqaabka ahoo ilaahay qabashadiisaas uu qabtay ah biannahum sababi annahum weeye kaanad ay ahayd ta'tiihim tuu imaada rusulahum rusushoodii bilbayinaati aayaad cadcad tuulay imaada ay ahayd oo fakafaruu ay ku kufriyeen faakhadahum allaahu ilaahina waa qabtay sababta waxay ku ahaatay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala in ay ahayd rusushii ilaahay u soo diray tuu imaada aayaad cadcad ee ilaahay midnimadiisa tusinaya ayaga risaaladooda xaq ilaah laga soo diray tusaaleynaya aayaadka cadcad ee mucjizaadka iyo xaqaa laga soo diray ah in ay rusushoodii ula imaanaysay weeyaan fa kafaruu way ku kufriyeen fa akhadahum allaahu ilaahina waa qabtay aayaadka cadcad ee mucjizaadka iyo xaqii ilaahay uu la soo diray ee tusaaleynaya midnimadii ilaahay iyo risaaladooda xagga ilaah laga soo diray tusaaleynaya markay ula yimaadeen ummadahoodii oo ay baraarujiyeen dariiqa xun ay hayaan si ay uga soo noqdaan baraarugina waayeen oy ku kufriyeen xaqii ilaahay uu la soo diray markaasaa ilaahayna qabtay oo ciqaabay innahu ilaahay qawiyun weeye mid xoog la weeyaan mid qawi ah oo awoodiisu ay weyn tahay oon la kari awoodiisa aan laga hor imaan karin weeyaan shadiidulciqaabi ciqaabkiisuna miduu adag yahay weeyaan
ولقد حقيقه أرسلنا وعن درني موسى نبي موسى بآياتنا آيات كيجيب عن لدرني وسلطان شجع لدرني سلطان كاسو مبين عد إلى فرعون فرعون حجيسان ولدرني يو هامان هامان يو قارون قارون أمتها هرق قدهان مكي نلوصو الشيغي تاسونا أي نبي عليه الصلاة والسلام أي سبرسيس أطهي أمديسة أو كوة كفريان أنا عبسيس أي أطهي يا هدنا أمدها هوري نبي كميد أه أو كو أغسك يو أغدواء ونبي موسى مركا ميسال هان لو سوقادا هي إلهي وسوليه سبحانه وتعالى وأن درني النبي موسى آيات كيجيب على درني آيات كاسو أه آيات كي معجزات كهي لدري النبي موسى فرها بدنا شجعتنا وان لدرني وسلطان مبين انت وحويان اشي ويان او آيات معجزات كميتها قار اهان وحايدا لوغو سوحي صحيا آيات كالا لدري بي او يريدو عجائب فرب لنبي لهيد اشا فرعون بان او لدرني يا هامان ووزير كي فرعون يا قارون قارون كاسنا وسوها ننسو لبضان قوم موسى كميته مكي دم بفساد بدن نحو حاسقنا كل دقائق أو أود فربنا حق حولها لها ونفوت كحولها حاسقنا وحقوق ربي جريسة عصوها مك فرعون وبغركي هامان ووزيركي سي قارون وحويان أو هضن أو مال كاس نحو وحقوق ربي أيوها آيات كاس أيام أولا درني محير هدين مكا نيمو سمركو إيميت وحقو عدي فقالوا حير هدين ساحر ساحر وير هدين موسى وساحر بير هدين كذاب ودين لو أهدين بدن سداس كير هدين نبي موسى ومعجزاتك إلهي الله صادري ومحصوصاتك قوة عندها الوقت كهيئة أو لقرن هيئة معجزاتك أسئو الله صادري وقاد أفربتنا بساس كير هدين هدبا محيال كان أي نبي سؤالين هيا وحالة تصالين هيا حق دون إيني نكاهين نبي موسى انت سؤايات الله صادري يقوي حق أن دونين أي هذا الكأورين هيين وأورين هيين وصاحر بين لوه مركا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكاسو قليتي كده هيين ساحر ويين مر أوران هيين مر وحشاق ويين أوران هيين مر بينو ويين أوران هيين مر ووالين هي أوران هيين مركا وحاي أوران هيان أوران إن لوغه ريي كو حق الديدين الكافرين تي رسول شكسو هرجو ده هذا اللي أوران جرين إن أي تهي أي النبي الاتصالين هيا مركا أرين تان أو قوم كيسا حقي سوغا إمانيسا كجيس جيسيد ده بينين ته لبيد ده أرين أول لو وداك سنجر ودتك إلو حقا إلو وداك سنجرين إن أي تاي أي النبي قال الصالين هيا هدي أرين لو وداك سدنا وي فضاتاي ولبك كاغا إيمان هيا وي فضاتا مكا النبي عليه الصلاة والسلام وحبوطاي فضاتيس إيوم صوحة سبرسيس قوم كي سنة عرسيس بيوطاي فلما جاءهم مركو أيمت نبي موسى مركو قوم كالوصو دريا فرعون يهامان يقارون يوم صوحة ومضوري مركو أيمت بالحق حق أوليمت من عندنا أكت يد أوليمت قالوا وحيرارين اقتلوا دلع أبناء الذين كوع المهد اللاي ولشد اللاي آمنوا رميان معهم نعيس رميان واستحيوا كحشاد النساءهم هوانكاد كحشاد إسكدائي هوانكاد إسكباقيال سدا سيرارين مركي نبي موسى او رساله دي اوليميت حق او عدي او اياتك معجزات كهتسي او او ياري اني خميان ماشي كرمين لهاين وحي يرادين هرتو وي كوجاجيسن ساحرنيم كوشيغن بام بي كوشيغن انت وليبا كومينا كافتو مين وحي يرادين هل عدادي ان الله انت راعدي او خميسي عروتا هل لا ييره هدا بهري وحا جيرتي فرعونكو reer bani israa'il ka carutood inuu leen jiray ee waagi hore ee nabi muuse uu dhalanayay ilmahooda inuu leen jiray sababta hore uu leen jiray iyo sababtan dambe way kala duwan yihiin sababta hore carutu uu leen jiray waxay ahayd kuwiisa wax sheegyaalka ee kahanada in ay u waraneen in oo reer bani israa'il dhaxdooda uu ka dhalan doono mid oo u sabab noqdo arintiisa ama boqortooyadiisa qaribideeda u saar noqdo inuu ka dhalan doono cabsi marka warkaas wax sheegyada u sheegeen oo ka cabsanahay waa wiilasha u leen jiray reer bani israa'il ka dhasha waqtiyaalkii nabi muuse u dhashay bayna ahayd marka waqtigan dambe uu leen hayo waxa weeyaan nabi muuse dadkan raacay farcoodu haddii ay muxuu ahaadaan kuwa ku raboobayay nabi muuse diintiisa waxaa soo baxaya markaas jiil cusub oo markaa diin kaleeto cusub haysta ayaa soo baxay marka si aynu u xoogoobin buu wuxuu yiri halalaaya caruurtooda inta raacday ubadkooda hala jaray buu yiri halalaaya si halkaa jiil cusub oo ayidahaya uusan uga dhalanin
marka sidaa weeyaan tan la intaan dambe oo ku cusboonaysiinayo marka cadaadisna way u tahay waana farac tir weeyaan inuu farac tiro rabaa laayabay yiraahdeen fircoon iyo muxuu ahaa kuwiisii madaxda ahaa waxay fareen in la laayo intiinay muuse rumaysay wiilashooda in la laayo gabdhahana la iska daayo waa isticmaar xun weeyaan cadaadis iyo cadaab aad u daran weeyaan wamaa kaydul kaafiriina gaalada makri falkoodu ma ahaanin ilaa fii dalaalin baadinimo waxaan ahayn ma ahaan haddaba taa makri fal weeyaan makri falkooda waxay uga qastaayeen in ay xaqa ku hor istaagaan in ay xaqa ku baabi'iyaan haddaba makri falkaa ma gaarsiiyey arrintii ay doonayeen ma gaarsiiyey ma gaarsiinin ayagaa khasaarada ku dhacay marka sidaas weeyaan caadadu kaafiriinta makri falkooda wuxuu ahaaday baadinimo unbuu ahaaday wax kale ma ahaan waqaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi daruunii iga tagabal aqtul aan dile ah muuse muuse aan dile ah iga wareega buu yidhi walyadcu ha baryo ee rabbahu rabbiga bal ha baryo isaguna markaas innii anigu akhaafu waa cabsanhayaay an yubadila inuu bedelo diinakum diinkiina u bedelaan ka cabsanayaay aw an yubhira ama inuu daahiriyo oo muujiyo fil ardi ardaha dhexdeeda alfasaada fasaad uu ku muujiyaan ka cabsanhayaay halkaana fircoonka nafsadiisiiba wuxuu leeyahay bal iga wareega aan dile a muuse aan dile iga wareega haddaba yuu iga wareega leeyahay waxaa halkaa ka garanaysaa in ay jireen qoom oo fircoonka dadka u dhow dhow ah inayna doonaynin in la dilo nabi muuse sababta ayna u doonaynin wax kastaba ha ahaato ha ahaato ayagoo nabi muuse u arkahayo xaq inuu sheegahayo markaas hoosna ka rumaysan fircoonkana ka cabsanhaya markaas sidaas daraaddeed fircoonka dilidaas xiilaysi uga mancinhayo war ninkaa hadilinoo sidaas inay tahay waa surowdaa inay u arkahayaan ama ay ka cabsadeen hadii oo u dhaqaaqo fircoonku inuu dilo waxyaalaha ay ka arkeen in oo mucjizooyinka waaweyn ah in ay ka hor istaagi doonaan fircoonka dilidaas inuu ku fuliyaa dabadeedna ay noqonaysa nabi muuse amarkiisi oo daahira fircoonna meeshii uu ku falleexooba oo ku ceebooba markaas si kastaba haatee meeshi waxaa ka muuqanaysaa in ay ka celcelinhayeen ama fircoonka nafsadiisooda cabsi weyn uu meeshii ka qabo markaas ninkaana uu rabo arrintiisa inayna muuqanin oo awood isagu uu leeyahay inuu muujiyo fircoon markaa wuxuu yidhi ii baneeya aan dili ee muuse aan dili ah hana baryo oo bal rabbiga markaa ha u yeerte waa ku jeejeesaya macnaha rabbiga uu leeyahay waan caabudahayay wuu isoo diray kolkaa ha u yeerto oo ha iga celiyo ah ii baneeya buu sababta markaa uu u sheegay uu leeyahay waa u dilahayaana wuxuu leeyahay anigu waxaan ka yaabahaya inuu bedelo diinkiini diinkiina inuu bedelo diinka uu sheegay waa waxay ayagu ka diin yeelanhayeen wixii isagoo caabudidiisa oo fircoonka naftadiisa caabudahayeena asnaamtii kaleeta yararkeed caabudahayeena waxa ayaga caqaa'idkoodii faasidka ah ee ka diin yeelanhayeen kaa weeyaan marka kaa inuu idinka bedelo oo diinka uu wato idin bedelo kaasaan ka baqahayaay ama arladaba uu ku muujiyo fasaad oo fasaadka markaa uu leeyahay arlada uu ku muujiyo waxa weeye oo u wadaa haddii asagii muxuu ahaa dadkii qaar ay raacaan fircoonna dadkii qaar u raaco meeshi waxaa weeyaan in la kala qaybsabaa ka hor imaanaysa meeshii markaas muranno iyo khilaaf iyo dhibaatooyin baa ka imaanaysa marka fasaad halkaa inuu ka beero ayaan ka yaabahayaay laba xaalo mid inay ka xasisaan ka yaabahayaa buyu ama labadaba ay ka wada xasilaan inuu diinkii idinka bedelood asaga wada raacdaan amaba muxuu ahaa dadkii qaar intay raacaan dadkii dhexdood isku fasaadaan saasaan ka yaabahayaaye aan dile ah ii baneeya buu yiri markaasna ha u yeertay rabbigiisa sidaas yaa fircoon yiri wa qaala muuse nabi muusena wuxuu yidhi asoo arrintaa uga jawaabaya innii anigu cudtu ama cudtu haddii oo daalkaas la isku fido ama la iska idhaariyo labadaba qaraa weeyaan innii anigu cudtu waan magan galay birabbii rabbigay baan magan galay wa rabbikum rabbigiinaan magan galay min kulli mutakabbirin mid isweynaysiis badan kulligiisaan ka magan galay mutakabbirkaasoo laa yu'minu aan rumaynaynin biyowmi alxisaabi xisaabta maalinteeda aan rumaynaynin wuxuu yidhi nabi muuse anigu waxaan magan galay rabbigay yaan magan galay ka i rabbiyeyey i abuuray isoo diray koonkan oo dhan asagu leh adinkana rabbiga idiin oo idin abuuray idin maamulahay rabbigaas koonkan oo dhan rabbiga u ah kaasaan magan galay waxaanan ka magan galay midka kibirka badan ee isweynaysiiska badan ee mutakabbirka dhammaantiis ayaan ka magan galay
هذا كان متكبر كفرعون كي انت اللي جرت ويان قفكا مكو سداس ويهي قلبي بسوء انجدهي كاو ان رومينين مال انت حسابت انا ان رومينين قفكا متكبر كهدي مال انت قيامة ورميسين يهي رميسيقا ورميسين يهي وحيا لبدا امحوها اني كررتو او سؤال تنبئي عقاب تنبئك عبس الشريد قلبي جيس اني كساس ورودة ومركاس وحيا لبدا نطيبه سكيسين لها أي كررتو كعبسيدة وكعبسان هايوم مال انت آخرو لكن هدو سن رميسنين بان مال انت قيامة دابا او سن رميسنين قلبي جيس وانجدهي مركاس هديو او وقت قاسن متكبر ويهي قلبي جيس وانجدهي حساب تنبئنه سن كعب سنينين لبا تدي سي وحيا لدي سؤال بي أبضانيسا مركا كان تلمامه سيدة أيهين ربي بان أنغو كم مغان قاله يا بيو نايم الساس وقو جواب ترسيق أنا مانت انتهى سيكوية بيهي والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعدنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ترسيق أنا ما أنت وحوك بالله بنها يا عياد الله باطن يسديد هذه صورة غافر كمدا وحانا مكسو جرني قصدي قصة بسند نيم موسى إيو قوم كيسي وحان سوهيني نكي مؤمن كاها من آل فرعون كمدها oo markaas qolkii ay fircoon iyo qoomkiisa ay u qasteen in ay dilaan u naseexayn hayo qoomkiisa waatiin la soo sheegay fircoon inuu yiri iga taga aan dilaa Muuse Rabbiga ha u yeertee waan ka baqayaa diinkiina inuu bedelo arladana fasaad uu ku beere nay Muuse markaa Rabbigii buu iskaga tirsaday oo wuxuu yiri Rabbigay baan magan galay iyo Rabbigiina ku kibir badan dhammaantiis oo maalinta qiyaamada aan rumaynin. Marka Ilaahay wuxuu bixiyay ruux kale oo markaas garab istaaga Nabi Muuse oo ka difaacayo qoomkiisa oo naseexaynaya. Waqala rajulun nin wuxuu yiri mu'minun mu'min ah min aali fir'auna fir'aun aalkiisina kasoo rumeeyay yaqtum iimaanahu iimaankiisa qarinayay wuxuu yiri ataqtuluna madilaysan rajulan nin miyaa dilaysan أن يقول إن أُيري درتيد مياد أدريسان ربي ربي الله ألوي وقد حال جاءكم إذن ليمت بالبينات آيات عد عدن إذن ليمت من ربكم حق ربين إذن تليمت وإن يكو هديئو يهي كاذبا كبين سيغي فعليه كركيسا كذبه بنتي سويحات وإن يكو هديئو يهي صادقا كره سيغي يصيبكم محائب أصيبي بعض الذي كيقاتي يعدكم إذن يبوها هيو من أو مؤمن أح سوهمي من آل فرعون فرعون آل كيسي كسوهمي فرعون دك كيسي كسوهمي إيمان كيسي سقرن هي مركة انتي كهري سي إيمان كاني موسي حقاوهمي استقرسن هي وحو يريقوكي أركي أرنتي مال هليس إني تاغنت هي
أسوغو نايم موسى دفاعه حقه ورما وحا دليسان بوزر ننمي دليسان فرعون يقوم كسيب الله هيا إن أويري درتاد مياد أدليسان خبقي وعلي تاسع أدليسان تاسع واحد الكينا تاسع دنبئة الخبقي اللوي إنو يري تاسري مياد أدليسان ولبا أؤذين ليمت آيات عد عد حق ربك أؤذين ليمت تسين هيا حقا أوضطه يا رسالة ده إلهي من مديسي حقا آيات صارين هي معجزات هو وين وإذن ليمت ميا دليسان أصغو الدليل عدن هايستا وحكا ليتنا عند أرانيني أصدقي اللوي إذن أران هاي طريق السنة إذن كيير هي ميا دليسان تاسا وحليس كدلاء هدي إذن أدن كرمي سنين أما باح أو بين شيغ هايو أو أرين تاسو ليمت أو كو بين شيغ هايو بين تيسو أصغي وحيا لينيسا وإياكو كاذبا كي بين شيغ هدي أو يهي فعليه كركيسا كذبه بين تيسا أي هات beentiisu baaska ka dhasha asagii dusha ka saarantay hadii uu run sheegayo waxa idin ku dhici waxyaalka idin yabahay qaar kood baa idin ku dhici adab adduunyo ayuu idin ku cabsi gelin hayaa idin yabahay hadiidan xaq raacin adab aakhiru idin yabahay marka ka qaarkiisa ayaa idin ku dhici ka qaarkiisu waxa la waa hadii aan labaduba idin ku dhicin oo adab adduunyo adab aakhiru labadiiba idin helin qaarkiiba idin heli oo marna idin ka baxsanaynin كاو عذاب كآخر إن الله إلهي لا يهدي مهنونيو من مهنونيو هو أصغب مصرف مصرف أهو حد جدسا كذاب أو بين بلو أهو بين بدن إلهي مهنونيو هذا بقى تن وحاوي عن سرباب وأسر بيبه هي النبي موسى إن إيهي من أصرية وهنون سن أم بين لو أحين مكا من كان إلهي بهنونيو من نمدي حقي با إلهي كوهنونيو معجزات كاس ايه اتصالين هي حقا الهي كهنونيي هدو يهي مصرف وبين شيغ هي الهي معجزات كاس كمهنونيين وقعنتي سكما ظاهريين مركا وحي تسيني ساما دام معجزوين كانوا ليمت انو حق كتاغن يهو مصرف ايه كذاب من نوصنهي حي الهي مهنونيو معجزوين كانا قل كمهنونيو مد او حد قدب بدان او بين لوء تا مركا وحي وقضل مرهي اما اسر بيرهي ناي موسيح درجات كيسا سرع ايو او اشاره وحاك لو اسكبانهان انو او اسر بيبه ايو فرعون كي يقوم كيسا حد قدب كودية بانتو او اسر بيبه ايو ومار كان ايطاي الهي مهنون يخروف او مصرف او حد قدب او حقوق دي دادك كو حد قدب حقوق دي اصيق الهي او دحي سي دافة بين لو امهنون يو سيدا فرعون او كليتو يا قوم يا قوم كيو لكم محايدين سغناري الملك بقرتو يا ايدين سغناري اليوم ما ظاهرين حالاتهم كو ظاهرين اوه في الارض الله كو ظاهر اوه الذي تصرف في اوات كله فمنكم ينصرنا نوغر قاره من بأس الله اله باس كسيا نوغر قاره ان جاءنا هديء نوي ماد ما انت واكانو بقرتويات حيستان بولي وفرعون يقوم كسيا ارلم مصر اسكهيستا بقرتويات ما انت حيستان مركا واكانو ارلدي باد ما انت كو تصرفي سان وكمو قنيسان مركا هدي باسك إلهي ويمادو كما نو غرغارهي كما أيا نغا إلين هيو أود إلهي سوى هر إتاي كرهي سدا سوكو عدسيي مكاس مكو حقي تساليي وعقل علي ويرنكا وحلو قدل لما إيمانينا ربكي ألو ويو ليهي دليل تصالين هيينا ولي ميدين مساسة كدليسان هدي او بين سيغهي بالكوبة قدر حتى بين تيسا ساقن بوحيا ليني سايوحنا قدم الميس هدو رو شيغ هيانا هاليس باتينا وحيالكا ودين يبو هيا ايا ايدن كدع هيا كل قود با ايدن كدع هيا اما قار قود با ايدن كدع هيا مركو سيدا يري وولي بو يري ما انتا بقورتو يداد هاي سطان هاي سكوها اللينينا عذاب كي عراض الهي عقاب كي سو هدو اي ماد اوود مصنوها انساقع لنا مليهين سا مركو يري فرعون مركا هذا الكو مركا او جوابي با انا لو شيغ هيا قال فرعون فرعون مركا وثو يري ما اروكم اذين اشار ماي إلا ما أرى وحن هري وإشاري موي وما أهديكم إذا ما نهنونين أيو إلا سبيل الرشاد هنون كجدك سموي وحك لنا إذا كم هنونين هاي قل كاوليب وحد قرني سانك إنك صوف مؤمن ويهي إيمان كيسي وليب إنو مسوءها وأنا داسي على موي كاس إنو سمعيك وافق سنين كم وقتي موي ولي فرعون إنو قطر سنهي ددكي سأنو قطر سنهي فكاسو فرعون كوثوليه أنو إذا ما إشاره
ilaa waxaan horay idinku ishaarinooyay. Macnaha waxaa weeyaan dilidiisa in la dilo nabi muuse, kaasoo aan horay idinku ishaari mooye wax kale idiin ishaari maayo, ama asaga ilaahnimadii u sheegtay ba yidhi anigu waxaan ahay rabbigii miisaraanahay, kaas horay aan idinku ishaaray caqiidadaasoo aniga iga dambaysaan oo caabudaan nabi muuse, muxuu aad ka digtoonaataan oo ama la dilaba mooye wax kaloon idiin ishaaray ma jirin. Waxa aan idiin ishaarahayana ayaga unbaa hanuunka uhuley, idinmaana hanuuninhayo ilaa hanuunka jidkiisa mooye, wax kale idinkuma hanuuninhayo, toosnaanta iyo irshaadka yaa idinku hanuuninhaya. Waqaala markaa wuxuu yidhi alladii kii aamana rumeeyey ee min aali fircawna, fircoon aalkiisa ka mid ah, wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkayow, innii anigu akhaafu waa baqaya, calaykum korkiinna misla yowmi laxzaabi axzaabtii, yoonkoodii oo kalaan idinka baqaya, axzaabtii xisbi walba maalintii qabsan jirtay oo ciqaabkii muxuu ahaa ku dhici jiray kaasaan idinka baqaya. Macnaha waxaa weeye misla jazaa'i yowmi laxzaabi, axzaabta abaalmarintoodii oo kaleeto ayaan idinka yaabahaya, misla da'bi qowmi nuuxi, nuux qoomkiisa caadadoodii oo kaleetana idinka baqahaya. Ma misla jazaa'i da'bi qowmi nuuxin, qowmi nuux caadadoodii abaalmarintii looga abaalmariyey oo kaleetana idinka yaabahaya, iyo wacaadin ree caad iyo wasamuud ree samuud, qoom walba wuxuu ku dhacay kuwa waa la yaqaanaa ayaguna kolka way maqli jireen oo way ka warqabeen, qowmu nuux waa tii biyaha lagu maaseeyey, qowmu caad waa kuwa iyagana la halaagay, samuud sidaasoo kaleeto, iyo waladiina kuwii min bacdihim ayaa ka dambeeyey, axzaabtaas horey loo halaagay halaagii qabsaday oo kale ayaa idinka baqahayaa. Maxaa yeelay sababtii lagu halaagay waxay ahayd ilaahay rasuul inuu usoo diray qolo kasta, rasuulkii marka ay diideen ay ka hor yimaadeen ay beeniyeen ay xaqay aqbali waayeen, mucjizo inuu ula yimid rasuulkaas, mucjizadii markaas inay waxba u dhigdhigi waayeen oo ay rumaysan waayeen, sidaas baa ilaahay ummadahaas ku halaagay. Idinkana dariiqii baad haysaan markaas, maadaama caadadoodii aad ku socotaan iyo dariiqoodii abaalmarintii ku dhacday oo kalaan idinka baqahayaa. Wayaa qowmi qowmkayow, innii anigu akhaafu waa cabsanhayaa, calaykum korkiina yowma tanaadi isu dhawaaqidda iyo isu naadada maalinteeda ayaan idinka yaabahaya. Taa hore waxay ahayd cabsiin uu ku cabsiinhayo cadaab adduunyo, waxaan idinka baqahayaa buu leeyay cadaab adduunyo inuu idinku dhaco oo kuwii nagu horreeyay cadaabkii ku dhacay oo kaleeta, halkaasuu haddana aakhara ku cabsiinhaya. Wuxuu leeyahay waxaan idinka yaabahayaa maalinta la isu dhawaaqahayo, maalintaasaan idinka baqahayaa. Tanaadigaas waa magaca maalinta qiyaamada, magacyadeeda magac kamida weeyaan, waxaana loo leeyahay waa laisu dhawaaqahayaada, isu dhawaaqidda ayaa badan, ehlu jannaha ayaa dhawaaqahaya ehlu naarka, ayagoo muxuu ahaa oranhaya maxaad haysataan maanta soo abaalkiin miydan helin oo ku rayraynhay, ehlu naarka ayaa dhawaaqahaya oo ehlu jannaha u dhawaaqahaya ayagoo weydiisanhaya nicmada iyo barwaaqada iyo biyaha iyo qabowgay ku jiraan inay wax ka soo taraan, ayagoo muxuu aha weydiisanhaya. Markaas asxaabu caraafka dhawaaqahaya oo mar muxuu aha ehlu jannaha la hadlahay, mar ehlu naarka la hadlahay, waa maalin xaalkeedu sidaa uu yahay. Waxaa kaloo iska bannaan yowma tanaadida, iskala cararidda maalinteeda la yira, waa maalin la kala cararahayo oo markaas qofkii uu cararahayo saaxiibadiisa, hooyadiisa, aabihii, caruurtiisii, cashiiradiisa uu ka cararahayo, xuquuqdii uu soo dacatay inuu u qabsadaan darteed, daalimka uu cararahayo, kii uu dulmiyey uu ka cararahayo, laakiin cararidaas ayna ahayn mid uu ku baxsanhayo. Yowma yoom baan idinka yaabahaya, tuwalluuna aad jeesanaysaan, mudbiriina idinkoo cararay, maa lakum idinma sugnaanay min allaahi ilaahi xaggiisa, min caasimin ku ilaaliyana idinkama sugnaan, maalin aad cararaysaan ee aad dhabar joodinaysaan, ilaahi xaggiisana idinka helaynin wax idinka ilaaliya, cararidna idinku baxsan karaynin, maalintaasana idinka yaabahayaa qoomkayow haddaydan xaqa maanta raacin, saasuu leeyahay, waa maalinta qiyaamadu ku cabsiinhaya. Wamay yudlil illaahu, ilaahay qofkuu baadiyanhayo, famaa lahu ma sugnaanin, min haadin ku hanuuni, anigu waa taataagtaydii isaasaan idiin waaninhaya xaqii, laakiin haddii ilaahay u idin baadiyanhaya miyaa anigu idin hanuunin karaya, xaqii waa kaasoo waa cadyahay, adiladaasu la yimid, sidaasaan muxuu ahaa idinku tusaalayni. Marka haddii intaas qaadan weydaan, haddii qof ilaahay baadiyanhaya ayaa tiin weeyaan, qof ilaahay baadiyanhayana
وحنونين كرا مسغناني. ولقد حقيقه جاءكم محايدين يوسف ويوسف بايدين يمت من قبل هري نيم موس هرتيسة نبي يوسف بايدين يمت بالبينات آيات عد عدت إذين ليم فما زلتم كميدا زول في سك سك كميدا زول مما كحجي السكيسان جاءكم إذين ليم بهما حتى إذا هلك مركو هلاك سمي نبي يوسف قلتم محاطر عدين لن يبعث الله إلهي صادر مهي من بعده كداشي صار رسولا رسول صادر مهي عدين كذلك صداصا يضل الله إلهي أولمية من أولمية هو صغبا مصرف حق البي مرتاب مرتاب أهو شكيلا نبي يوسف بايدين مدير هوري نبي مصوها موسو هرتيس نبي يوسف كي هاوي يان إنا يعقوب ومصوها مصر مصوها بقرتو يده هستي ومركي تنبع به يا ولاله يا مركي تنبع يكسو يده يان ومصر أي ريبن إسرائيل بسيدا كو أسكنه أسكنه دي يا دريقة دي ريبن إسرائيل أي مصر كسو قلين بقوه ريوي مركا الرسول بوهايو حق ويرهي ني موسى هوري إذن كوين بولي حتاتين ريقب لي مركا وحونا إذن ليمت نبي موسى آياد معجزات حقي تصالين هايو إذن ليمت كميد انزولين سكي أسكي سان حقي إذن ليمت كميد انزولين مركي أهلاك سمي مركاس أو نبي يوسف أو لنتي وحا ترادين رسول دنبو أساك دنبيو إلهي صادر أي مجرو كاسا ترادين مركا تاس بعد نمويا كذلك سداسا يضل الله إله أولميا من هو مصرف كم مصر أو حد بيو مرتاب أو شكيلة سداسا إلهي حق أغبا دي إياه أولميا الذين كوي جادلون الدودة هيان في آيات الله إله آيات كيس كدودة هيان بغير سلطان سجل عانتت سجدا سو أطاهم أجمد كبر وحوين آدي مقتا من جهة المقت مقت كاسا كوين آدي عند الله إله كيس الوغ عروض وعند الذين كوي أكتو الله وقعروض آمنوا فمي كذلك سداسا يضع الله إله ودبولا على كل قلب متكبر كم متكبر قلب كل كساسا إله ودبولا جبار قصبت بضان أو عنك أحمد لهم كو الدودة هيان إله آيات كيس سأي كبريان سأي كور استاغان حجة أي هايستان ومركز طوضة أحكم هيان أين جرين حجة ذاسو أتمت أين جرين وحاويناتي عرق أياويناتي إلهي أكتيس اللوغ عروض كوة مؤمنين تأكتوض اللوغ عروض سيدا كواس أو آيات إلهي صنح الجلعان كل الدودة هي في آيات كبريان إلهي سود الضبالي با إلهي الضبالة كوك إسقاط قادد بدن ومتكبر كله قلبك سيداس إلهي الضبالة رامبو سارة وحو الدبولة يحقق كقرن هي كاو جبار أوه قصبت بدن أوه نحاريس لاوه ارسقنا ما انت انتاسي وكوئ بهاي والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
درسنا maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 36 ee suuratu Ghafir kamida, wuxuuna ku saabsan yahay weli nabi Muuse iyo Fircoon xaalkii dhexmaray. Waqaala fircawnu fircoon wuxuu yiri, yaa haamaanu haamaanow ibni dhis lii aniga farxan sar ii dhis, lacallii mudniye abluqu in aan gaare ih الأسباب أسباب إن أنجاران مضنهي أسباب السماوات السماوات كجدت كده جدت كسماد الجارسين هي إن أنجاران مضنهي أو فأطلع عن ضال عدئ إلى إله موسى موسى إلهي سان ضال عدون في رشئ وإني أنقل لأذنه وحان أم لين هي كاذبا إن أبين شيقبان أم لين هي annagoo qisadii ku soo jirnaa waxaa naloo soo sheegay kii ka soo rumeeyey fircoon aalkiisa ee ninka wanaagsan ahaa waanooyinkii uu u soo jeedinhayay qoomkiisii markaa ee fircoon asagoo tusaaleynhaya inuusan u aaba yeelaynin nebi muuse waanada iyo caqli celinta iyo ninka wanaagsan caqli celintiisa midna asagoon u aaba yeelaynin wuxuu yidhi fircoon haamaan uu buu yidhi haamaanka waataan soo sheegnay oo niri wuxuu ahaa wasiir oo kaaliya u ah ama ku hooseeyo ku xigeenkiisa ah fircoon markaa wuxuu yidhi haamaanow dhis aniga ii dhis sar ii dhis buu yidhi sar dheer ii samee waxaan mudnahay markaas in aan gaare ee jidadka inaan gaaraan mudnahay jidadka waa kuwana asbaaba samaawaati samaawaadka jidadkeeda macnaha samaawaadka jidadka gaarsiin haya in aan gaaro ayaan mudnahay oo jidadka samada lagu tago inaan gaaraan mudnahay oo marka aan dhaalacdo oon fiirsabay nebi muuse ilaahiisa waxaan u malaynhayaa inuu been sheegahayee bal samada aan ka soo eega ee sar ii dhis macnahaasaa weeyaan haddaba sar la dhisay maxay samada ka gaari karaysa buuraha samada oo muxuu ahaa dhulka ugu dheer dheer kolkaad saaran tahay iyo meesha dhulka ugu hoosaysa marka aad joogto isku sibay samada kuugu muuqanaysa marka fircoon miyuusan garanaynin sar bani aadam uu dhisay inayna samada gaarsiinaynin miyuusan garanaynin ma majnuun baa mise caqli xumada iyo muxuu ahaa doqonnimada xaddaa miyuu ka joogay see weeye macnuhu in la yaraada xaddaasuba joogay iyo in la yaraada meeshan wuxuu u qastahayaa jees jees iyo dadweynaha caqligaabka iska ah inuu sartaa dheer intuu dhiso uu markaas ku malageliyo inuu kor wax ka soo waayay sidaas inuu la qastahayo iyo inay meeshaanu ayna ahayn sar dhisid ah ee ay tahay sida muxuu ahaa fircoon lagu sheegay wuxuu ahaa baaliyadii dahriyiinta ilaahba aan rumaysnayn marka macnaha wuxuu la joodaa sar la dhiso oo samada inayna wax ka gaarsiinayn wuu ogsoon yahay wuxuu ula joodaa arladii waa kana waxba kuma aragno sida haddii jeer dahriyiintu ay yidhaahdaan arladii waxba kuma aragno oo haatan ilaah uu sheegahayo arlada noogama muuqdo marka haddii uu samada jiro bal haddii sar ma ku gaari karnaa samadu maxaa samadana gaarsiin kara sar la dhisay iyo wax muxuu ahaa dariiq oo dariiqyada kamid oo samadayna gaarsiiyoon kusoo ogaan karnayna ma jirto mar haddaan muxuu ahaa samada aanan gaari karayninna aqoon aan aqoonsanaa taasuna suuragal ma ah marka samada hadduu jirana ma aqoonsan karno dhulkana kuma aragno sidaas ayuu u qastahayaabaa mufasiriinta ay yidhaahdaan oo markaa sar ii dhistaan sar in la dhiso markaa samada uu soo dhaalacdo ulajeedadeedu ma ahee tusaaleyn oo tusaaleyn haya weeyey leeyihiin sar la dhisay inaan samada lagu soo ogaan karin ama samada lagu gaari karaynin mar haddii muxuu ahaa dariiqaas aan lagu gaari karaynina bani aadamku dariiq kaleeto uusan u haysanin markaasna uusan ogaan karin wax samada xaggeeda ahoo khabar muxuu ahaa uusan ku ogaan karin sidaasuu wataa saasaa mufasiriinta qaarkoodna ay leeyihin iyo in la yidhaahdo doqonnimaduba xaddaa ka gaaray labadaa mid weeya iyo in la yidhaahdo dadweynaha oo muxuu ahaa caqli gaabka iska ah ayuu rabaa kolkuu sartaa dheer dhiso oo muxuu ahaa uu kor u baxo inuu yidhaahdo kor waxba ma jiraanoo anigaa soo wax aduu si kastaba ha ahaatee ee fircoon wuxuu ku yidhi haamaankiisa oo muxuu ahaa wasiirkiisa ahaa ii dhis sar sartaas markaa waxaan mudnahay inaan dhaalacdo jidadka inaan dhaalacdaan mudnahay asbaaba samaawaati samaawaadka jidadka lagu gaarayo inaan muxuu ahaa gaaro ayaan mudnahay oo facad dhaleeca marka aan dhaalacdo ilaa ilaahi muuse muuse ilaahiis waxaan u malaynhayaa inuu been sheegahayo ilaah baa muxuu ahaa samaawaadka iyo arlada ilaahooda ay soo diray inuu ku been sheegahayaan u malaynhayaa bal sar ii dhis buu leeyahay halkaas aan ku soo dhaalacdo oo aan ku gaaro jidadka iyadoo samada gaarsiinaysa
وكذلك سداسا زيين لقرفيي لفرعون فرعون سوء عمله عمل كيس كيس حن لو قرفيي وصد والجيدي عن السبيل جدكي خيرك يا هنونك الجارسين هاي والجيدي سداس هذا الكاس أولي هاي لوغو بادي أو هذا الكاس أن فواحد مضى كل اثنين لوغو قرفيي أو هذا الكاس أن معنى الهين أولي سداس وقليتا لو قرفيي فرعون عمل كيس كيس حما لو قرفيي واللغة جيدية طريقي حق الجارسين لها إيمانك الجارسين لها وكو قران لها إلهي أقونتي سيء الدلة ده إلهي سبحانه وتعالى لما أركو عرقتينيو ذاتي سال أركتا لغما أقون صدا وحلقو أقون صدا مخلوقات كاسو أبوري إحتسينها يقوترة دي سيء جريد دي سيء صانع نما دي سيء ما ملود دي ساكون كاسو دان وما ملها يتاسي إلهي لغو أقون صدا مكان طريقاتنا واللغة أودي أوه وسد عن السبيل طريقة سنوى لغا جيريو ولغا اودي مرهد سوصن طريقة لغا اودي هده سيكالان الهي كما قون سنكره مكا ذاته سي الهي ما عركي كره يوح عركه يما اجرين الدنيا ده وما كيد فرعون فرعون مكرفلكي سنة مأهان إلا في تباب خساري هلاك إيهوك مويه وحكا ليتو مكرفلكي سنة مأهان وحا او مكرفل سمعين هاي حق سودو كهر استاقلها subhooyin sida ugu abuuri laha xoog sida isugu day laha inuu ku baabiyo wax alla waxa makrifal uu dhisayo dhan waxba kuma tirawaya kuma muxuuha tirsana halaag iyo khasaare waxaan ahayn ma ahaani waqaala wuxuu yiri alladii kii aamana rumeeyey yaa qowmi qoomka yow ittabicuuni iraaca ahdikum waan idin hanuuninayaay sabiila rashaadi hanuunka jidkiisa idinku hanuuninayaay سبيل الخير خير كجدكيس أيان إذن كهنونين هياي الراعة كيكا سوهميي محوى فرعون قوم كيسا إيه هذا الكيسا أن سوهنيني مركا وحويري والقوم كيجي وصوى مركا لقوم كيسي لها الله الراعة بير أو إيقو الراعة طريقة حق أح إيه النبي موسى الليمت أو أنهميي كا أدن كنا صور رميي إيقو الراعة النبي موسى الرعديسة إيه رمينتيسة سدا إيقو الراعة وان إذن كهنونين هيايو هنون جد كيسا إذن كو هنونين هياي جد قير ويا جد كاين كو هنونين هياي إغرع جد كاستقع يا قومي قوم كيو إنما هذه تنو الحياة حياة ذا الدنيا اللي ديته أما الدنيا فقيسة متاع متاع ويا وإن الآخرة آخرنا هي أيضا دار القرار دقنا شد الدار تيدا مركا الدنيا دا حقيقة دا وحي طيب وتصالين هيا الدنيا دانو وميل أن لغو باقي أهانينين waa meel laga tagayo waa in kasta muxuu ahaa adigu ku raaxayso in kasta cimrigaagu ha jiro wax yar un weeyaan mataac weeyaan markaa wax yar oo muxuu ahaa intaad joogto aad ku raaxaysanayso weeyaan oo joogiso dabadeedna waad ka tegisa waa meel aadan joogaynin markaasuu xaqiiqada sidaa ah qoomkiisa tusaaleyn haya qoomkaygow middaan xayaatadan adduunyada ah waa mataac biir oo yar oo inta ma joogtaan unbaad ku raaxaysanaysaan oo joogaysaan waadna ka tegaysaan markaa waxna idinka raaci mahayaan wixii aakharaad u diyaarsateen mooye wax kaleeto idinka raacaya ma jiro markaa khayr haddaad diyaarsateen khayrkii baa laydinku abaalmarinhayaa haddaad shar diyaarsateenna sharkii baa laydinku abaalmarinhayaa marka guriga deganaashada uhun laga tegaynin aakhara weeyaan wa innal aakhirata aakharo hiya ayadaa daarulqaraari sugnaashada iyo deganaanta ayadaa ah meesha la deganaan haya waa ayada guriga raan dhiismada leh waa aakhara weeyaan marka ma haboona caqliguna ma rumaysanayo gurigii aad deganaanaysay asalka kuu ahaa inaad akhribto meelaadan ku nagaanaynina haddaba aad ka socoto darteed aad u kharibto kaa caqli ma ahee adduunyadan daarteedu waa mid laga socdo oo aan lagu waaraynin aakhara daarteeda ah midii la deganaan hayay ee lagu sugnaan hayo من عمل قفك عمل فلح سيئة حم عمل فلح فلا يجزى لأبال مرن مايو إلا مثلها حمداس أو كلمويه وحكال لغو أبال مرن هم هايو ومن قفك عمل عمل فلح صالحا عمل وناكسا أو من ذكر مثلب أح أو أنثى مثل دقة وهو حال مؤمن مؤمن أويهي فأولئك كوا يدخلون الجنة جنة جليان يرزقون والأرزقية فيها جنة لغو أرزقية بغير حساب حساب لعن
marka adduunyadan laga tagay aakhira oo daarta deganaanshada alla aado sida camal abaalmarintu ay ahaanayso adduunyada xamaashi lasoo qabtay laisaga abaalmarinayo markaa u tilmaamhaya taa oo ah cilmiga uu ka faa'iidaystay nebi muuse iyo risaalada nebi muuse lala soo diray oo isagu rumaysan yahay oo raacay cilmiga uu ka faa'iidaystay oo xaqiiqad oo ka gartay ay tahay markaa wuxuu leeyahay qoomkiiyo qofkii camal falah xumi camal falah waxa lagu abaalmarinhayaa ma ay jiraan ilaa xumida oo kaleeta mooye xumidii uu camal falay oo kale ayaa lagu abaalmarinhayaa haddaba taa waxay tusaalaynaysaa jaanibka raxmada weynankiisa ayay tusaalaynaysaa xagga camalka saalixa waxaana la tusaalayn doonaa in xisaab la-aan qofka loo abaalmarinhayo laakiin xagga xumida kolkuu sameeyo xumidii loo laablaabi mahayo xumidaas wuxuu ku mutaystay unbaa lagu abaalmarinhayaa qofkiise camal falah saalixan mid wanaagsan camalan saalixan camal suuban iimaan ah khayr ka shaqayn ah wanaag ah niyadsami ah qofkii sameeya oo camal falah camalka sidaas u wanaagsan qofkaas ha labaado ama hadhadig ha ahaado min dakarin aw unsaa laguma kala socno taa ilaahay subxaanahu watacaala labadaa qof oo muxuu ahaa dhadig iyo laboodka ah labadaba isaga abuuray mid walba wuxuu kasbaduna ku abaalmarinhayaa haddii oo qofka dhadig uu wanaag kasbado kii labaana xumaan kasbado qofka dhadiga ilaa agtiisa ku fiican kii ragga hadduu wanaag kasbado kii muxuu ahaa dhadiga ahaa uu xumaan kasbado kaas un wanaaga kasbaday ayaa ilaahay agtiisa ku fiican labadaba wanaag hadday isla kasbadaan ilaahay waa ku soo dhoweynaya agtiisa khayraad buu mid walba ku abaalmarinhayaa kii camal falah camal wanaagsan oo mid lab ah ama mid dhadig ah asagoo mu'min ah ilaa camalkan kolka uu wax anfacahayo aasaaski iimaanka waa inuu jiraa haddaan iimaankii jirin camal kasta oo sameeyo kasoo qaadna ma jiro kolkaas camalka wanaagsan uu samaynhayo qofkaa lab ama qofkaa dhadig asagoo mu'min a weeyaan ilaah rumaysan rasuulkiisa rumaysan xaqa rumaysan oo iimaankaas qabah ictiqaadkaas saxiixa ahofiyo u qabah qofkii sameeya camal wanaagsan asagoo aasaaskaa qaba kuwa iyagu uhu waxay galayaan baa ilaahay leeyahay janno fa ulaa'ika kuwa yadkhuluuna waxay galayaan aljannata jannay galayaan ilaahay baa sidaa ugu yaboohay ilaahay ayaa sidaa ugu yaboohay shuruudaasi leeda kobka ugu horeysa iimaan in lagaa helo weeyaan iimaanka waxa uu keenahaya ee khayrka shaqaynta camalka wanaagsan ah wixii ilaahay uu ku faray fartoomitaankeeda wixii ilaahay uu kaa reebay kahariddeeda ah xuquuqda adiga ilaahay u dhexaysa gudashadooda xuquuqda adigiyo muxuu ahaa mujtamacad la noosha u dhexaysa gudashadooda ah qofkii camalka wanaagsan dhan walba adduunkii aakhirada markaas wixii ilaahay uu ka faray fulinhaya kuwa waxay galayaan jannadii galayaan yursaquuna waa la arsuqahayaa fiihaa jannada dhexeeda waa lagu arsuqahayaa bikayri xisaabin xisaab la-aan jannada dhexeeda arsuqidda la arsuqahayo abaalmarinta iyo sawaabta iyo khayraadka ilaahay uu siinhayo wax loo xisaabhayo ma aada bay u fara badan yahay marka taa waxaa weeyaan jaanibka raxmadda iyo fadliga ilaahay waasacnimadiisa iyo qaalib ahaashadiisa uu ka qaalib yahay jaanibka kaleeto ayay ku tusaalaynaysaa darsigeena maanta intaasuu ku ogyahay wassalaamu calaykum waraxmatullah. سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ف
فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. درسنا ما نتوحو قبل لابن هيا آيات دا فرطن يكوات يصورة غافر كميدة ولينا وصول لسعودة نكي وناكسنا المؤمن آل فرعون ها ونبي ينصيحة يقوم كي سوء جيدين هاي مركي كهر يمادين نبي موسى رسول كيلاه وصودري ها هذا الكيس أصوصي وذا وسويري ويا قوم قوم كيوم مالي محا حال كيغو ويهي أدعوكم أن إذن يرايو إلى النجاة النبت جليو يكوري أتكا كورتان عقابي على إلهي أن إذن كو يرايو وتدعونني أذن كنا دي يريسان إلى النار نار أذن كو يريسان محا حال كيغو ويهيو حال كو سدا سمحو ويهي مثلا أصدقي وحوقي يرهي إلهي إني خميان رسول كيس أي خميان حق أي راعان أدونك أي وناك إيو أي كن ولادان طريق حقه آخرانا خلد إلهي جنة أي هلان كابو أقو يرهي مركوا طريق النجاد ويان نبت جلده يكريد باس أردان لغكره طريقي دي ويانو سداسي اغو ييرهيه اياجينا وحي اغو ييرهيان ان او كفريو الهي اكو كفريو رسول كيس اكو كفريو طريقي حقا اكو كفريو طريقي بادل كاو راعو مركا جدكا سنة واجدكي نارتا مركا نار بي اغو ييرهيان مركا سو عرنتا اللي تعجبها يليه قوم كيجي ومحا حالكي بيه انوغو ان ادين ييرهيو saad ku nabadgeli lahaydeen aan idinku yeerahay adinkuna aad iigu yeeraysaan naar aad iigu yeeraysaan taasu markaas si cadayn haya tadcuunani waad iwacaysaan liakfura in aan kufriyo billaahi alla in aan ku kufriyo taasaad iwacaysaan wa ushrika aan shirig yeelo bihi billaahi ilaahi aan ugu shirig yeelo ma aan ugu shirig yeelo laysa li oo igu sugnaanay bihi maaga علم وقال وسن يغسنان وانا انغنا ادعوكم وادين يرهيا الى العزيز اللي هي عزيز كاها يا قالب كاها قادر كاها ايان حقي سيدن كو يرهيا الغفار غفار كاها يا دمي داف دبدنا ادنكو وادي يريسا ان ان كفريو الهي كو كفريو ان اوغو شرجيلو اله نمديسا لو وداجيو عبادتي وكو قوني أهايو أصو كليا أمتنا أن لو داجيو وحانا أغال أولاحين عنوك أو أح وحا إلهي كالصوهر والعابد هيودا سيداس أياد أدنكو يغو ييريسان عنوكنا وان إذن ييرهي وحان إذنكو ييرهي إلهي قادرك أود ديسو كامل كطا خالق أح أحمد ديسو أي بوحده علم جيسو كامل كيه الله هات عزيز كيه ايان اذن كو يرهيه ولي بغفار كوهو حداد اصو نقطان طوبت كينتان حق صور راعدان اذن دنبي دافهي وح اللوحي حري دنبي اصو ميستين اذن كدافهي الله هات جيد كيسان عنو اذن كو يرهيه مكا حداد اذن كو كفرنم ايغو يرهيسان إسراك إلهي أنشر يلا دو يريسان نار بعد أدنكو إبو يريسان أنو هدان إلهي عزيز كي غفار كي طريقي سيدن كي يرهيان طريقي جنة ويانا جنة نمي كي يرهي لا جرم وحا حق أنما تدعونني إن آت إي وعيسان أنما كي تدعونني أدو يريسان إلهي حديثة ليس له دعوة دعوة إني نقصناني في الدنيا دنيا دحيض ومسقناني ولا في الآخرة آخرة دحيضا ومسقناني لا جرم أيضو ودجرته يعني هل كم سنوات يقول أوكلات كالكت بمعنى حقا أوكلات لا جرم وصداس هذا سنوات يتقلق بيسو أما لا ده سيدة النافية دو قلكتو جرمنا مسنوات سعي القوني دي سعاد قلكتو
ومركا وحاويا لا أمر كسيدة سأدوك أطوة دهن معه جرامة وحا الصغن ومحوها هذا الكاس إذن كسبهيا أنما تدعونني وحاد إي وعيسان إليه حديثة ليس له إني نأصغنان دعوة وعد أصغ وعد ملها ونفتي سأقوي رهي لا وحي أقوي رهيان وحويا أصنام يوح جمادات وأيغو عقل يهذا المن عن لهين وحاد حديث يقوي رسان أيغو وعد ملها وضدك أي وعنيا عبادته دا أقوي رهيان أيغا نفتو دا أقوي رهيان ملها الدنيا دا لحيا دا وجمادات كأي قريها يوحي سميستين ليس له دعوة في الدنيا الدنيا لحيا دعوكم الله ولا في الآخرة آخرنا دعوكم الله وآخرها دي إلهي قرسب أصيه كهذا الفيه حقه دي عبادة طوضة أقوير مهيانة ويبكبر النقن هيان آخر نمي إذن عابدينينا سيدان بعد عابدين أي أورن هيان معنى كاوية معنى اللباد باكجرة أنما تدعونني إليه لا جرم وحاسغنا حقه أنما تدعونني وحد يقول رسان إليه حديثه ليس له إني نأصغنا عن دعوة استجابة دعوة دعوة أجيب الدير إنه سن وحد دعوة وحد برياء وحد عبادة إنه سن وحد أجيبيني في الدنيا الدنيا الحياة وأسمها دعوة أجيب الدير وما صغنا عنه عبادة عابدي سن وحد إنك أجيبها ما إذن قطر هاي ما أجره ولا في الآخرة آخرة الحياة دعوة أجيب الدير وما صغنا عنه وحنفعه آخر إذن كإيمان نمجره وأن مردنا نقط كينونا إلى الله إلى حديث إياه تاسع سوغا ما شان أن نقنين حساب أن نقنين أبال مرين أن نقنين وحويا إلهي حديث الدنيا دا ما كان كتقنا هل كم سوحنا لك لحي حساب تمهي إلهي ويا حديث وإلهي بأن لحي حساب تمهي إلهي قاس لإسوعرين هيو هرتي سلس كل حساب تمهي الله sidoo kaaga raadli ahaan lahaa sidoo muxuu kugu dambi dhaafi lahaa kaasaan inuu idinku yeerahaya wa annal musrifiina waxaa kaloo sugan kuwa musrifiinta ahaa xaddi deen dariiqii xaqa ahaa dhaafeen ilaahay ku kufriyeen rasuulkiisa ku kufriyeen sidaa musrifiinta ku ahaadeen caasinimada ku xadgudbeen hum ayagu asxaabun naar naar asxaabteeda inay ahaan hayaan taasuna mid sugnaatay weeyaan فستذكرون وحصوصا دونتان ما بعد حصوصا دونتان أقول عن أرانا أيه لكم أدنك عندين أران هاي وأفوضوا عن بندق أيه أمري أمر كيغانا إلى الله إلى حديثا وبندق أيه وحبدا هدو عقل عيلين هاي وحبدا أوانين هاي ودن والبحق كتسالين هاي أسين حقي دونين حقي أقبلين مركا مرحلة دي وحي جارتي إني هددان ويعطيان ee u aamusiyaan markaas asu wuxuu leeyahay asaguna asaba cabsiinhayo mustaqbalkooda ku cabsiinhaya waad xusuusan doontaan hadalka aan oranhayo maanta maalin aan ahayn ayaad xusuusan doontaan xusuustaasuna waxba ayna idiin taraynin qoomama iyo salay mooye qoomamada iyo salaygaasna cadaabna idinku sii noqonayso aniga xaggaygana haddii aad cabsiinaysaan amarkayga allaan anigu bandhigaya waufawidu waan bandhigaya amriya amarkayga ilallaahi ilaahi baan aniguna u bandhigayaayo ilaahi baan cuskanaya ilaahi baan tala saaranhaya sidaasuu ku yidhi ina allaaha ilaahi basiirun kii arkahayo weeye bilcibaadi addoomanka kii arkahayo weeye qof walba xaalkiisa kii og weeyaan sidaasuu markaa uu ku yidhi فوقاه الله إلهي وإلالي سيئات ما مكروا وحي أقوم مكري فلايين حميال كيس إي عذاب كيس إلهي وإلالي حدي بل لد مع صنعين إلهي وإلالي يو ما أمكنين حدي الربين إن إكفر سيان إلهي وإلالي يو قلبي سي وحقوسي إيمانك وحاق وحا هريري أيجي أما وحاق وحا كدقي بآل فرعون فرعون يا آل كيس سوء العذاب عذاب كيس حن أيا كدقي وغرقي يما سينتي إلهي بيه أكما سيي النار النار با
يعرضون الله بندقية عليها كركيد الله بندقية قدوا صبح يوعشيا قلب كوا يقع عذاب الدنيا كل عي فرعون يقال كيسي أو وحا لغو بقتيي ديو غرق با كل عي مدى كره وحي كسوغنهن عذاب القبر إلى يوم القيامة لغاره النار نار تيبا يعرضون لبندقة عليها كركيد الله بندقة قدوا صبحتي أرور نمدي يو عشيان قلب قلن هوري يو قلن دنبابة نار تايا الله بندقة وحويا عذاب القبر أي كجران انتان قيامة للجارين عذاب أويا قوصدا حد يجير عذاب كالله بندقة ويوم يوم تقوم الساعة ساعد بأي قومي سنة وقالوا وحلي اللهم يجا وملايكة إذا لها الله أدخلوا قلية آل فرعون فرعون آل كيس أشد العذاب عذاب كي أؤتكا قلية اللورن هي مركي قيامة اللي جارن ما لنت ساعد قيامة لعذن وحا اللورن هي وحد قليسان فرعون آل كيس عذاب كأو أديك بطن قلية سداسة اللوران هي وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار واذكر حسب الإذ وقت يتحاجون أي دوديان في النار نار تأضحي ريكو دوديان فيقول وحي عرنيا الضعفاء كو ضعفة هاي تاكتا ترى تابعين تاهايين للذين كو وحي كو عرن هيا استكبروا اسوينيين الكفرق ايغم هوها ومدح تاهايين إنا نغو كنا وحان هاي لكم ادنكا تبعا وح ادن خاصن بان هاي فهل انتم متهم مغنون كو ديقايا عنا حقايقا نصيبا قبل او من النار النار كوان نجا علين كرايا ما انت متيهن وحان كسوا بحني او محوها نوصو دماتي قصدي كساب سني نيكي وناك سنة اها من مؤمن آل فرعون فرعون آل كيسو كيو كسو رميي اها نصيحة دي يوانا دي قوم كيسو اجي دينا اي مركي تا لغا سوا بحي ايا قود اهان تطكي كافرين تاها اهل النار كاها sida dhaxooda ay markaa isu eedeen hayaan markii naarta ay tagaan ayaa nalo sheegay Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaad xustaa waqtiga ay doodayaan ay murmayaan naarta dhaxeed ay ku murmayaan kuwii ducafada ahaa kuwii taagta daraa ee ayagu muxuu ahaa la hoggaamiyay oo kufrinimada loo hoggaaminay ay ku oran hayaan kuwii kufrinimada uga waaweynaa annagu أدين كان إذن خاعين حدا أو حلق أن جوغنو متهين كوان نجر ريدي كرا نجر علين كرا نصيب أو نارت كميرا عدير حوغا يرو نارتا من نجر ريدي كرتا قال الذين كوين وحي أوران هيا استكبروا إسوين إسيين إنا أنغو كل كوكستا وأنغا نغمدا فيها نارتي لمانتا يا نارتي بانو ناي إن الله إلهي قد حكم وحكمي بين العباد دومنك لحظات إلهي وحكمي مكة أوران هيان وجواب هيان وحي أوران هيان لأن قبصو كان النار تي كجر ما لما انتين با نار تي بان كل جرنا بي أوران هيان أنك أباهن وحنك خيبة أما أنك قاد حوغا يرون نار تا أنك أباهن إلهي وحكمي الدومنك لحظاتي كي إهل حق أهان جنة يصواب إلهي فيه كي محوها اللنسانان واكنا نارتان إلهي كأبا المري مركا وان وضا اللنسانين سوقن كي إلهي بان محوها يعني هل كنا مستدعصي أوران هيا درسي قانا ما أنت انتاسي كوي بيهاي والسلام عليكم ورحمة الله.